طيب are we ready all؟ جاهزين؟ Yes, we are. Okay. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أرحب بكم أجمل ترحيب باسمي معالي المدير العام لمكتب التربية العربي دول الخليج، معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، وكافة الزملاء والزميلات في مكتب التربية العربي لدول الخليج. وكما تعلمون أن هذا اللقاء هو اللقاء 19 من سلسلة اللقاءات التربوية التي ينظمها المكتب باستضافة خبراء دوليين وخبراء إقليميين في مجالات متخصصة تستهدفها موضوعات هذا اللقاء. ولا شك أن لقاء اليوم من اللقاءات المهمة غيره من اللقاءات لعدد من الأسباب، ومن أهمها أهميته الموضوعية التي تعنى بتعزيز التعلم في ضوء نتائج التقويم الصفي والاختبارات الدولية والتقييمات الدولية، المعايير والأدوات والاستراتيجيات. هذا من ناحية الموضوع. أما أيضا من الناحية العلمية فلغزارة الموضوع ولخبرة متحدثينا في هذا اللقاء والذي يشرف بهم المكتب في دعوتهم وفي قبولهم للثقة، فباسمكم جميعا أشكر لهم قبول الدعوة والحضور وتحمل أيضا كذلك الإعداد لهذا اللقاء التربوي. اسمحوا لي بداية قبل أن أعرف بضيوفي أن أعطي فقط فكرة لمن يحضر معنا لأول مرة أن هذا اللقاء هو لقاء مسجل، وأيضا كذلك أننا سنبدأ بالمتحدثين ثم نترك مجال لأخذ الأسئلة والمداخلات في نهاية نصف الساعة الأخيرة. وأيضا كذلك لمن أراد أن يداخل في الشات يكتب الأسئلة يكتب الأسئلة كذلك، وسنقوم بجمعها وعرضها على المتحدثين حسب الموضوع. وأيضا كذلك يكون معنا مترجم باللغة الإنجليزية ومترجم لغة الإشارة لمن يحتاجها، مترجم لغة اللغة الإنجليزية في أيقونة أسفل الشاشة. إذا تحدث المتحدث باللغة الإنجليزية تختارون اللغة العربية، والعكس إذا كان الحديث باللغة العربية وتحتاجون اللغة الإنجليزية كذلك. ما يتعلق بالشهادات يلزم الحضور لكامل مفردات اللقاء حتى ترسل الشهادة، سترسل الشهادة في اليوم أو في اليوم التالي للدورة، ونأمل من الجميع الاستباع والاستفادة وأيضا كذلك المداخلة. اسمحوا لي ابتداء أن أرحب بضيوف هذا اللقاء وأن أتشرف أيضا كذلك بتلاوة سيرهم الذاتية ولمن إن اختصرت فيها، ولعلي أبدأ بالمتحدث الأول السيد مايرون ديوك. He is an expert in educational field. Myron visits schools, conferences, and districts. وهو خبير دولي لديه الكثير من الأعمال. لديه 25 سنة من التجارب في مجال القيادة والخدمة الدعم والمساعدة لتوليد الكثير من الأفكار في مجال التعليم والتربية، وأيضا فيما يتعلق بالتقييم وسماع صوت الطلاب. نشر كثير من الأعمال والكتب والمقالات والمجلات، وهو أيضا قام بنشر الكتاب الأفضل مبيعا بالنسبة له بما يخص الاستراتيجيات والتي تحفز الطلاب إلى أبعد، وخصوصا في 2014. إضافة إلى ذلك وهو مالك أيضا نشر الكتاب بعد في مكتب التربية العربي دول الخليج. كتابه متوفر ومتاح في على موقع المكتب، يمكن الكتاب باللغة العربية. مايرون لديه أيضا كتابه الثاني وهو سماع صوت الطلاب لتوفير أفضل المسارات المتعلقة بسماع صوت الطلاب، وأطلق في 2021 ونشر. وتحدثنا مع مايرون أيضا لكتابه إلى اللغة العربية إذا تمت الموافقة من قبله. مايرون يعيش في سامالان
في كندا مع عائلته، وهو مؤلف ومتحدث و الرئيس لكثير من الأعمال في أعماله. شكرا مايرون لقبول هذه الدعوة، وشكرا لكونك معنا هنا. ثاني متحدث لنا هو سعادة البروفيسور محمود محمد إمام، أستاذ ورئيس قسم علم النفس في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس. مرحبا بك دكتور محمود، حاصل على الدكتوراه من جامعة مانشستر المملكة المتحدة، ماجستير معهد التربية بجامعة لندن، حاصل على ماجستير من جامعة أسيوط في جمهورية مصر العربية، حاصل على منحتي لهيئة الفولبرايت بجامعة كانساس وجامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على عدد من المنح البحثية من مركز الدراسات المتخصصة بجمهورية مصر العربية، وأيضا كذلك المكرمة السامية لجلالة السلطان قابوس في سلطنة عمان وجامعة السلطان قابوس، عمل سابقا كرئيس وحدة التقويم في كلية التربية، كما عمل عضوا باللجنة الرئيسية للاعتماد التي قادت كلية التربية نحو الاعتماد الدولي، له العديد من الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية المفهرسة والمجلات العربية والإقليمية. فحياك الله سعادة البروف، وأيضا نشكر لك قبول الدعوة والحضور معنا مع هذه القامات العلمية. شكرا. ضيفنا الثالث ومتحدثنا الثالث هو سعادة الدكتور صالح بن علوان الشمراني، وأيضا كذلك هو من خبراء القياس والتقييم في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الإقليمي والدولي، حاصل على الماجستير والدكتوراه في مجال القياس والإحصاء من جامعة كانساس في الولايات المتحدة الأمريكية، خبير وباحث في القياس والتقييم والمؤشرات، أكاديمي في جامعة الملك سعود، مستشارا في عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية منها هيئة تقييم التعليم والتدريب، أشرف على جودة تطبيق الدراسة الدولية التيمز وشارك في نشر أبحاث خاصة بها، له العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في مجال التقييم والتعليم، وشارك متحدثا رئيسا في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وقدم الكثير من الدورات التدريبية في مجال القياس والتقييم والاختبارات. أيضا سعادة الدكتور صالح الشمراني له العديد من الترجمات التي شرف فيها المكتب، مكتب التربية العربي، بترجمتها المتخصصة في التقويم. أهلا وسهلا بك دكتور صالح، حياك الله مع هذه القامات وبين زملائك خبراء القياس والتقويم. المتحدث الرابع سعادة الدكتورة عبير العمري، وسعادة الدكتورة حاصل على برنامج القيادة التنفيذية من جامعة لندن لأعمال بريطانيا، وأيضا برنامج القيادة التنفيذية من جامعة إنسياد للأعمال فرنسا. الدكتورة عبير دكتوراه الفلسفة في القياس والتقويم مع التركيز على القياس والإحصاء التربوي من جامعة جنوب فلوريدا، ماجستير التربية في القياس والتقويم من جامعة جنوب فلوريدا، شهادة الدراسات العليا في تقويم البرامج من جامعة جنوب فلوريدا، بكالوريوس رياضيات تربوي، وأيضا كذلك لها العديد من المشاركات الإقليمية والدولية، ولها العديد من الأبحاث التي نشرت في المؤتمرات والمجلات العلمية. حياكم الله جميعا، أكرر الترحيب بكم، وأكرر أيضا كذلك الترحيب بضيوفنا من أصحاب الخبرة من الميدان التربوي ومن الجامعات ومن المدارس ومن وزارات التعليم في الدول الأعضاء، ومن الباحثين والباحثات المتخصصين الذين يحضرون معنا ويزيدون عن 600 ضيف، فأهلا وسهلا بهم، وأكرر الترحيب بهم. وددت ألا أقف حتى يعني أذكر كل محاسن الزملاء المتحدثين، لكن هذا يعني قضاء الله وقدره علي أن أقف وأترك المجال للمتخصصين للحديث، ولعلي أبدأ بالسيد مايرون ديوك. تفضل مشكورا للحديث ولعرض ما لديك في الدقائق المحسوبة لك، وأذكر أيضا كذلك إذا تحدث السيد مايرون باللغة الإنجليزية هناك أيقونة للترجمة تستطيعون ضغطها والاستماع إليه باللغة العربية، وإذا انتهى ارجعوا مرة أخرى للحديث بالعربي إلى الصوت العادي أو بالعربي. تفضل ماير. Thank you very much, Dr. Saud, and I am most honored to be here. I trust that you can see my screen. Fine. شكرا جزيلا دكتور سعود، شكرا لهذه المقدمة، وأمل أن تكون
الشاشة واضحة. سأتحدث في حوالي 50 دقيقة، سأحاول إن شاء الله. لن أتحدث عن الكتاب كله في 50 دقيقة، لكن ما أشرحه سأشرح بعض الأشياء المهمة التي أراها مهمة. سأتحدث عن أيضا الدردشة، وأيضا عندما أشارك الشاشة الترجمة حقيقة، لكن يمكن أن نتعامل مع ذلك فيما بعد. وأيضا أرى كلمة إنجليش، سأحاول جاهدة عندما أريد أن أتقل بين اللغات. إذن هذه عائلتي، وأعيش في ساملاند في بريتش كولومبيا في الصف الثاني ثانوي، وابني هنا يلعب كرة الطائرة، بس كرة الطائلة في جامعة فانكوفر، ويدرس علم الغابات. وهذه زوجتي تريسي في عمر 21، عندما كان عمر 21 سنة، وهذا كلبنا المدلل. أين ساملاند؟ أين نعيش نحن؟ ساملاند كما تعرفون كان جميل جدا. إذا تمكن أحدكم أو أيضا ذهب إلى كندا، يمكن أن تضعوا ذلك، اكتبوا ذلك باللغة الإنجليزية أو باللغة التي تشاءون، يمكن أن أفهم ذلك باللغة الإنجليزية. إذا أردتم أين نحن على كوكب الأرض، هذه النقطة الزرقاء حيث أتحدث منها. دعونا نكبر الصورة أكثر أكثر وأكثر، أو لا نكبر، بل نكبر. هذه هي ساملاند، وكما تلاحظون يشرفني أن أتحدث إليكم هنا من دول مجلس التعاون الخليجي. دعونا الآن نديرها هنا وهنا وهنا حتى ينتهي. أين؟ نعم، هنا. دعونا نقرب الصورة أكثر وأكثر. ها نحن هنا. أعرف تماما أن الناس الذين يشاهدون هنا من هذه المنطقة، وأيضا سأركز أيضا على البحرين. لماذا؟ لأن زوجتي وأنا زرنا البحرين. هي دول في المنطقة، هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي زرناها منذ سنوات، ورأينا الكثير من الحضارة القديمة والأبنية القديمة. لكن علي أن أقول لكم وأعترف، خلال هذا اليوم أنا وزوجتي مررنا أجمل الخبرات والتجارب التي مررنا فيها. زرنا مسجدا في البحر. Half a day in this marvelous structure and visiting so many. وحقيقة أمضينا نصف يوم، زرنا الكثير والكثير من المحلات الجميلة. هذا شيء جميل جدا لنا. زرنا أيضا العديد من الأشياء الجميلة هنا في البحرين حقيقة، وأيضا نوذهنا من هذا الفن والتصميم المعماري. كما تلاحظون والناس مضيفون هنالك، تفضلوا حياكم الله، أهلا وسهلا. لديكم أشخاص في غاية الروعة، كل الود والاحترام لهم. ويوم الأحد أريد أن أشاهد سباق الفورمولا. لماذا؟ لأننا كنا واقفين قرب المسار. إذن كل ما أريد أن أبرزه لكم أنني زرت المنطقة التي تعيشون فيها وأنتم منها، وأيضا زرت المدرسة الأمريكية في أعتقد نعم في البحرين، وأيضا سعود في مقدمته ذكر عددا من الأشياء التي كتبتها، وكتبت أيضا بعض المقالات التي نشرت في المجلات. وهذا الأمر أصبح فيما بعد أيضا كتاب مهم جدا. مؤخرا كما تعرفون كتبت كتابا آخر، كيف نسمع أصوات الطلاب، كيف نسمعهم ونسمعهم في نفس الوقت، كيف نقيم الطلاب وألا فقط نقوم بتقييم. التقييم هو يجب أن تقيم الشخص مع الشخص، وليس تقيمه بمنأى عن هذا الشخص بمعنى آخر. أما بالنسبة لرحلتي، قبل أن نتحدث عن 3 مواضيع اليوم، الأول نعم، عملت في التعليم في 25 سنة في كندا ونيوزيلندا. نعم، علمت الفصول الدراسية من 4 إلى 12، وامضيت طويلة، مررت في صفوف دراسية كلها. وكما ذكر الدكتور سعود، 4 سنوات أعمل بريتش كولومبيا، أيضا 19 سنة كأب، و3 سنوات في وزارة التعليم لتقديم الدعم للمربين والمعلمين. أنا اليوم أتحدث كمعلم وكمرب أو إداري ومسؤول
عن وضع الدول القارات وكولي أمر. هذا الأمر مهم جدا لأنني أشارككم الكثير من الأفكار في الإكوادور من أولياء الأمور. إذن كل ما أتحدث عنه أريد منكم أن تفهموه تماما لأنني أيضا أؤمن به كأب كولي أمر. إذن هذه هي المدرسة التي كنت فيها مديرا أو نائب مدير، والآن أنا أقوم بدور. أنا كنت مديرة، أنا مدير، عفوا نائب مدير التواصل والطلاب وتعلم الطلاب. لماذا هذا الأمر مهم جدا حتى الآن؟ لأن بريتش كما تعرفون يدخل نظاما جديدا جدا هذه السنة، الطلاب سيتطورون ويحسنون أو يتوسعون في أفاقهم ومعارفهم، وهذا يعني هناك فهم أساسي وفهم جزئي أو تام أو فهم معقد، وهذا الأمر يحدث للأطفال الصغار حتى الثاني عشر. لن يكون هنالك نتائج فقط هذه الكلمات التي ستكتب على تقارير الطلاب لأولياء الأمور، يكون هنالك نسب مئوية لهذه الأخرى، لكن هذا جزء كبير من عملي. لكن هذه ليست التركيز في محور حديثنا اليوم، هذا ما أقوم به الآن، أشرح لكم ما أقوم به. التركيز في حديثنا اليوم هي بعض هذه الأفكار التي تمخض بها كتابي الأول وكتبت عنها. لدينا قول في كندا وهو لا أريد أن أشرب الماء من مكان النار أو بيت النار. هذا يعني أن هناك الكثير والكثير من الماء نريد أن نشربها. لا، لا أحاول أن أقول ذلك الآن. لذا أو من مطفأة النار أو من النار، وكأنك تشرب الماء من مكان يضخ الماء بقوة، بل سيكون بناء على الدراسة المسيحية. وإذا أردت تفاصيل في هذه الحالة عليك أن تقرأ الكتاب، ويشرفني أنه ترجم إلى اللغة العربية. إذن خططنا ليومنا هذا، كنت أفكر بهذه الأشياء الخمسة، لكن في 45 دقيقة لن يكون جيدا، لذا سأرسم خطا هنا. أريد أن أتحدث عن هذه الأشياء فقط. الأولى، هذه الأشياء الثلاثة سيكون سرعة محددة وفرصة لطرح الأسئلة فيما بعد إذا أردنا أسئلة عن هذه القرارات وبعض هذه الأشياء المهمة. ليس لدي أي مشكلة. أين المصادر وأين الموارد؟ عسنا يمكن أن أيضا تذهبوا إلى هذا الموقع، وإذا ضغطتم على كلمة موارد أو مصادر، وأنا متأكد أن بعضكم سيضع دكتور سعود هل يمكن أن توفروا هذه الروابط في غرف الدردشة. إذا ذهبتم زرتم هذا الموقع إلى marin.com، وأنا أعدكم أنني لن أبيعكم أي شيء، لا كتابا ولا غير كذلك، فقط تفضلوا بزيارة الموقع وكلمة موارد وأدوات أو مصادر وأدوات. شكرا. وأيضا انظروا إلى مكتب الخليج العربي، نقوم بإرسالها للأخوة والأخوات إذا تضعون الرابط فقط في الدردشة، سواء من الضيوف أو من الأخوان في المكتب. تفضل كمل مايرون. Go ahead please Marvin. Sorry for interruption. But it didn't work. I will just agree with you. أتفق بما تفضلت به دكتور سعود. إذا ضغطت على كل الأوراق، أوراق العمل يمكن هنا، إذا ضغطت على كلمة هنا سترى هذا. المصادر أو الموارد، بعضها موجود في صيغة PDF وبعضها موجود مايكروسوفت، ولكن يمكن استخدامها بغض النظر عن الصيغة. يمكن أيضا أن تختار منها وتقوم بتحميله، ويبدو الأمر شبيه جدا مثل هذا الكلام، مثل هذا الموجود هنا في الشريحة. إذن يمكن تفضلوا بزيارة هذا. هذه هي الخطة، سنبدأ اليوم بهدف محدد، وأيضا بعد ذلك سأشارككم بعض هذه الأشياء عما يسمى المستهدفات الخاصة والواضحة للتعلم الطالب. والنقطة الأخرى التي أريد أن أبدأ بها هي أنني ممت الاختبار، عملية التقييم المستمر لطلابي. ما الذي سبب هذا أو إلى ما قادنا؟ قادنا هذا الأمر إلى مزيد من التعلم لدى الطلاب، وأيضا أنني أصبحت معلما أفضل مما كنت سابقا. النقطة الأخرى
أيضا نظرت إلى بعض التغيرات التي قمت بها، وهذا الأمر لن تعنه اليوم لن يكون نقطة التركيز بالنسبة لنا، الواجبات الخصوصية وغيرها، هذا أمر مهم جدا، لكن هنا لن نبدأ بالحديث عنه. سيكون هناك مقدمة لغاية أو للهدف، وسنتحدث عن تخطيط الوحدات، وأيضا سنتحدث عما يسمى إعادة الاختبارات، وهذا الأمر مهم جدا لنعرف تماما ما هو الوقت الذي لدينا أو كيف نتحدث عن ذلك ونستفيد من الوقت. إذن التقييم لأغراض التعلم بالنسبة لي يبدأ الأمر بثلاثة أسئلة والتي سأشرحها بعد لحظات: أين نتجه وأين نحن ذاهبون وأين أنا الآن؟ إذا كان المستهدف، هل أنا أفتقد أو أخرج عن المستهدف؟ أعرف تماماً أين أذهب لكن لم أصل لك الآن، كيف أسد هذه الثغرة؟ هذا سؤال مهم. إذن هي المسألة كلها تتمحور حول دار الطلاب نحو المستهدف أو نحو أهداف التعلم، نحو مستهدفات. هذا هو الشيء الذي كتبت كتابي فيه، ما يسمى تخطيط الوحدات. الفصل الثالث، أتمنى لو أن لا يجب أن يكون الفصل أول، يجب أن يبدأ وليس من الفصل الثالث، لكن كنت مؤلفاً صغيراً ليس ذو خبرة كبيرة جداً، لكن الآن فكرت أكثر وأصبحت جان. هذه هي القصة، هل الأمور واضحة بالنسبة للقصة؟ ارفعوا أيديكم. حسناً، رائع، قصة، قصص، قصة. حسناً، لدينا القصة، رائع. أجلس في أحد الفصول الدراسية في 2006، ومدير المدرسة دخل، لم أعرف ذلك أو لم أعرفه ذلك، لكن سيكون هناك نوعية من حيث، قال لي: هاي مايرون، هل تريد أن تحضر مؤتمر رائع جدا؟ ماذا أجبت؟ لا أريد أن أذهب. قلت: أعتقد أن مؤتمرا كبيرا جدا يبدو كهذا الأمر، أعتقد أنني إذا كان هناك مؤتمر سيكون أمر تماما وكأنني أشاهد لا أن جافا ناشفا. لا، قلت لا أذهب. وقال: هذا سيء لك، ليس جيدا. لماذا؟ لأنه من المهم، وأين لدي تذاكر مباراة لكرة السلة لفريق NBA. حسنا، سأذهب. حقيقة نعم، كنت أفكر بالذهاب إلى مؤتمر، كانت كذبة على المدير. لذا ذهبت إلى المؤتمر، وكنت أجلس في آخر القاعة، قاعة المؤتمر، وعلي أن أعترف حقيقة كنت أتسوق وكنت أنظر من النافذة إلى الأثاث المعروض في إيكيا، ودخل رجل وأمسك الميكروفون، وفي الميكروفون قال: أتساءل فيما إذا يمكن أن يجيب طلابك على ثلاث أسئلة. حتى الكمبيوتر قلت: ماذا قال؟ هل يمكن أن يجيب طلابك على ثلاث أسئلة؟ حسنا، أغلقت الكمبيوتر وقلت: ما هي الأسئلة؟ تفضل. هل يعرف طلابك إلى أين يتجهون؟ وأين هم نحن أو أين نحن الآن؟ وأين كيف أسد الثغرة أو الفجوة؟ لا أعتقد كذلك، لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث في فصل الدراسي الذي أدرسه. عدت إلى مدرستي بعدما انتهى المؤتمر، وكنت أفكر بهذه الأسئلة الثلاثة. حسنا، هذه الطريقة التي بدأت رحلتي. أين نحن نتجه؟ إلى أين؟ يجب أن تكون أهداف واضحة وأهداف التعلم، وأيضاً أمثلة يحدث بها للطلاب، وأيضاً أن نأخذ اللغة التي تحدث عنها الحكومة الدول العربية أو بريتش كولومبيا، ونجعل هذه اللغة تكون ودودة ومتقبلة لدى الطلاب. أين نحن الآن؟ علينا أن نقدم آراء وصفية، ما هي نقاط الضعف وأين عليك أن تذهب وتتجه؟ هل يمكن أن تقيم الواجبات التي تقدمها الطلاب والواجبات الأخرى وأيضاً أن تسد الثغرة أو الفجوة؟ هنالك أشياء يمكن أن نقوم بها، على سبيل المثال أن نضع الأهداف، وأيضاً أن نبرز الإتقان والكمال،
وأيضا نركز على الرؤية وأيضا متابعة أداء الطلاب وتقدم الطلاب. هذه الأشياء التي سأتحدث عنها الآن، واضح؟ حسنا، سنبدأ أولا بمستهدفات واضحة وبعد ذلك سنتحدث عن الغاية أو الهدف أو الغاية. لأن هذا ما قمت به، عدت إلى الفصل الدراسي وريكس ديكنز الذي طرح ثلاثة أسئلة، وقلت له إحداهم ما الذي أقوم به أو ما الذي أقوم كيف أقوم بذلك، كيف أبدأ بذلك؟ قال لي عليك أن تجعل أربعة أقسام تعطيها للطلاب. أول، ما هي الأشياء التي ينبغي عليك أن تعرفها؟ وسيبدأون بكتابة الكلمات، يتعريف، يعرف ويصف ويشرح. الجزء الثاني أو القسم الثاني، ما هي الأشياء التي ينبغي عليك أن تفكر بها، أن تفكر، أن تقارن، أن تبرر، أن تعرض ويشرح ما الشيء التي تريد أن تبرزها، توضحها، أن تصمم، أن تتنبأ وتتوقع، تحل مسائل رقية. والنقطة الأخيرة، الجزء الرابع، هي الإنتاج. ما هي الأشياء التي ستقدمها؟ ما هي الأشياء التي تعطيها للمعلم؟ ما هي الأشياء التي ستحققها كمشروع تقدمه للمعلم؟ وبدأوا بهذه الكلمات. قال أن هذه وحدة، خطة وحدة كاملة. قلت في قلب نفسي حسنا يمكن أن أقوم بذلك، وها هي إليكم. هذا مثال آخر لخطة، خطة وحدة أنني كولومبيا، والتي تعكس منهج المنهج الدراسي لبريتش كولومبيا. الصفحة الأولى هي مستهدفات المعرفة، يمكن أن أعرف الأشياء الأساسية، يمكن أن نضعها وأصف، يمكن أن أشرح. That's the first page. هذه الصفحة الأولى، وأمل أن يكون هذا الأمر واضح بما في ذلك للبنات الأولى للأشياء التي يجب أن نعرفها أو نتعلمها. وقلت ضعت كل ما له علاقة بلغاتي، أنه يستطيع، أنا أستطيع، وهي لغة ودودة وتتقبل الطلاب وتقبلها الطلاب. هذه أشياء يتفهمها الطلاب ويفهمها الطلاب ويتقبلونها. وأيضا سأنتبه الأفعال والأسماء، هذا ما أقصد به الأفعال. كيف ينبغي علينا أن نفكر؟ ما هو مستوى العمق؟ أما الأسماء هي الأشياء التي يجب أن تعرفها، المحتوى. لذا أنا أستطيع أن أعرف، والمحتوى هي هذه الأشياء التي تحيط بهذه الكلمات. إذن هذا ما يجعل الأمر واضحاً، وضوح الشمس في كبد السماء للطلاب، أستطيع أن أعرف ذلك. أيضاً إذا اتبعنا تقسيم العالم بلوم، فهذا هو تقسيم بلوم ومثلث بلوم، العالم بلوم. أما إذا اتبعنا ويبس فهو المستوى واحد ومستوى اثنان. سعود، هنا سؤال، أرى دردشة، هل أنا سريع جدا؟ الأمور تمام؟ ما يرام يا مارك، كل شيء على ما يرام. فقط هناك سؤال عن الترجمة للأخوة اللي تسمع الترجمة. هناك أيقونة في الأسفل مكتوب عليها ترجمة، إذا كنتم تتابعون من اللابتوبات أو من الجوال تضغط أيقونة اللي هو الزياء مور، وتظهر لك القائمة الترجمة منسدلة، تختار عربي وسيظهر لك الترجمة العربية، وهناك إشادة كبيرة بالمترجم، وأنا أيضا ممن أشيد به، فشكرا للمترجم. تفضل مايرا. Okay. Thank you. شكرا جزيلا. So this is the first page. هذه هي الصفحة الأولى للخطة الوحدة، والآن سأشرح لكم الجزء الثاني، ما قام به الطلاب. ها هنا. والآن أصبح لدينا التفكير المنطقي والمهارات والمنتج. أولاً علينا أن نغطي ما ينبغي علينا أن نعرفه، والآن علينا أن نعرف ما الذي يجب أن نقوم به. لذا يمكن أن أقيم،
يمكن أن أقيم أو أقوم وأي يمكن أن أناقش الأفعال تتغير لتطبيق ماذا؟ لتطبيق أو للتطبيق والنقاش، وأيضا بعد ذلك منتجا عليك أن ناقشت هذه الأشياء. إذن هذه هي الطريقة التي إلى خطة الوحدة كاملة. والآن وصلنا إلى تقسيم بلوم الذي تم تنقيحه، وبعد ذلك أيضا تقسيم معرفة ويب. ما زلنا أيضا ننتبه إلى ماذا؟ إلى أفعال، أنني أستطيع أن أقيم، والاسم أيضا هي النقاط الأساسية التي يجب أن أعرفها. هذا هو الفعل، هذا هو المحتوى الذي ينطوي على الاسم أو يشير إليه الاسم. ها هو إليكم. الآن سأقول شيئا ما، هذه نقطة مهمة جدا قمت بها في الفصل الدراسي، هي أن أجعل مستهدفات التعلم واضحة وضوء الشمس، وكل شيء يأتي بعد ذلك هذا، لأن هذا ما يحتاج الطلاب أن يفكروا بمنطقية ويوضحوا ويبرزوا ذلك ويذكروا ذلك ويقدموا هذه الأمور كنتائج ومنتجات. عندما نصل إلى الأسئلة، إذا كان هناك أسئلة حول ذلك سأجيب على ذلك ما بعد. لأي شخص موجود ويعلم في المرحلة الابتدائية، هناك بعض الأشياء التي قدمتها للمرحلة الابتدائية. لذا على سبيل المثال، إذا كان لديك مثلا بعض المعايير المتعلقة بالفصل الدراسي أو الدروسي، علينا أن نميز الخصائص والمزايا المتعلقة مثلا للجملة. ما هي الأشياء التي يجب أن ندخلها في عقول الطلاب بالنسبة لأقسام الجملة؟ علينا نعرف أن الجملة تبدأ بحرف كبير في اللغة العربية، وعلي أن أيضا أن نكتب أسماء الناس الحرف الأول منهم واسم كبير، وأعرف أن الجملة يجب أن تنتهي بإحدى هذه أو علامات الترقيم، ويجب أن نقوم بشيء ما. هنا يمكن أقول على سبيل المثال، أي جملة يجب أن تبدأ مثلا بحرف كبير؟ في هذه الحالة أختار علامات الترقيم المناسبة. ونقطة الأخيرة أيضا، ما هي الأشياء التي أقدمها أو أنتهيها؟ يمكن أن أكتب جملتي الخاصة بي على سبيل المثال، يمكن أن أستخدم الحروف الكبيرة بشكل مناسب، ويمكن أن أختار العلامات الترقيبة في السياق المناسب. إذن المثال الأول هو كان في المرحلة الثانوية، وهذا المثال ينطبع على المرحلة الابتدائية وبعد ذلك المرحلة المتوسطة. في كاليفورنيا زرت إحدى المدارس، وأيضا عملنا أو وصلنا إلى خطة وحدة كاملة. ولاحظوا كيف أن هذا الأمر رائع جدا من ناحية الأخلاقية. ما هي المعايير العلمية؟ وعلينا أن نفكر بذلك كظاهرة، وبعد ذلك سنرى نفس النموذج هنا يكرر. ما هو السؤال؟ وما الذي ينبغي علي أن أعرفه؟ أن نفكر، وبعد ذلك أظهر وأبين وأنتج، وهي خطة وحدة كاملة. هذه الطريقة كل شخص يعرف تماما أين سنتجه وأين جهاتنا ومقصدنا، وأعتقد أن هذا الأمر واضح وله معنى للجميع. قبل أن حديثنا، أريد منكم أن أحد منكم أن يذكرني أين يمكن أن نجد وحدة أو خطط الوحدات، أين يمكن أن نجدها؟ هناك سؤال آخر، هل أقوم بذلك في كل درس؟ لا. المستند الذي أو المستندات التي ترونها كلها تتمحور حول 3 إلى 4 دراسية لوحدة كاملة. واضح؟ ليس لدي مشكلة أبدا في قراءة السؤال، أو إذا أردتم أن تسألوا هذا السؤال يمكن أن أقرأ السؤال. هل هذا واضح؟ واضح السؤال؟ أين يمكن أن أجد الكثير من المصادر أو الموارد؟ هذا ما هو مهم، هذا ما أعتبره في غاية الأهم. تذكروا أن الغاية، تحدثنا عن الغاية، عندما نبدأ بالغاية كل شيء بعد ذلك يأتي فيما بعد. إذن دعوني أسوقكم مثالا عن غاية جيدة. هذه مدرسة زرتها مرة في كاليفورنيا في بيركلي، وأيضا انظروا إلى الكتابة. مدرستنا تعطي الفصول الدراسية حتى تصل إلى مستوى الطلاب من حيث الإنجاز الأكاديمي. وفقا لماذا؟ وفقا للمعايير في كل فصل، في كل مقرر.
إذن هذا بيان واضح للغاية. نعم، درجات مدرسية لمعرفة المستوى وأداء الطالب الأكاديمي واضح. لذا فإن خطة الوحدة غاية الأهمية. لماذا؟ لأن الدرجات ستعتمد على هذا الأمر. وأيضا هذا بعض ما يقول به الخبراء توماس داسكين. الهدف الأساسي للدرجات هي إيصال رسالة حول أداء الطالب وإنجاز الطالب، وأيضا إعطاء فكرة واضحة حول أداء الطالب، وهذا ما يسمى إنجاز أداء الطالب أو مستوى الطالب، المستوى الطالب الأكاديمي بناء على ماذا؟ بناء على المعايير، ليس عاداتك وليس على جمالية أسلوبك وعلى كلماتك الجميلة أو على مقدار التحدث مع الطلاب الأكاديمي، لا. لكن تقول هذه الأشياء ليست مهمة؟ لا، بل هي في غاية الأهمية. انظر إلى هنا، الجهود، السلوك، الانضباط بالوقت، كلها نقاط مهمة جدا، وهي عبارة عن قيم، وهذا الأمر مهم جدا وهي منفصلة عن غيرها. أما بالنسبة للسؤال الذي رأيناه هنا في الدرجة، هل تعتقد أن الطلاب في المرحلة الابتدائية يمكن أن يركزوا على الأهداف؟ أعتقد أنه يمكن أن تحقيق أهداف تناسب أعمار الطلاب. نعم، أعتقد أن هذا الأمر مهم جدا عندما يعرف الطالب ماذا سيحقق أو ماذا سينجز. لذا أنا أتحدث عن النقطة الثالثة، وهذا الأمر كيف أسد الفجوة أو الثغرة. واضح؟ الآن أرى أن هناك بعض الأسئلة والتساؤلات، وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة والتساؤلات فيما بعد. الآن سأتحدث عما ما يسمى إعادة الاختبار. هذا هو الموضوع الثالث، وبعد ذلك سننتقل وإياكم إلى الأسئلة والتساؤلات. إعادة الاختبار، أين أنا الآن؟ كيف أقوم بسد الفجوة أو الثغرة؟ لذا هنالك بحث في غاية الأهمية. البحث أجري 1983. عندما نحدد الغايات للاختبار، فإننا نعمل على أيضا تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى، ونعرف تماما أين تقف هذه المجموعة. هذه مقالة رائعة جدا كتبها في القرن التاسع عشر، في القرن الماضي 1930، وهي فائدة مرجوة، وأيضا وهي إعادة دراسة نفس المواد. إعادة الاختبار يغطي ماذا؟ يغطي نقطتين اثنتين، أين أنا الآن، أو سؤالين اثنين، أين أنا الآن، وأيضا كيف أقوم بسد أو الفجوة. إذا لدي سؤال لكم أطرح عليكم، ارفعوا أيديكم أو بالموافقة أو بعدم الموافقة. قصة أخرى، هل تحبون سماع القصص؟ حسنا، أفترض الجدل أنكم تحبون هذه القصة. إذن كان لدي طالب أتى إلي مرة بعدما خضع للاختبار وقال لي، هل يمكن أن أقوم بالاختبار أخرى أو قدم اختبار مرة أخرى؟ قلت له كيف سنعيد الاختبار، وقلت لها تفضلي ودخلي الفصل الدراسي، وبعد ذلك سأنظر إلى السؤال الأول، ومن ثم أيضا سأشير إلى الأسئلة الخاطئة وأطلب أن تصحح الأجوبة الخاطئة. إذن ابنتي ساعدتني في هذا العرض التقديمي. هذه ابنتي كلون، وأنا أتحدث هنا إلى الطلاب. حسناً، لديكم سؤال هنا خاطئ، سأخبركم أمر ما. عليك أن أطرح السؤال بطريقة مختلفة. هذا سؤال، هذا هو سؤالكم. لحظة لو سمحتم، لحظة. كيف أطرح هذا السؤال بطريقة مختلفة؟ لا 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 لا،
لا 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 انتبهوا لا تشتت انتباهكم. أشعر بالإحباط، أشعر بالإحباط. المعذرة المعذرة، آسف آسف. يا إلهي يا إلهي يا إلهي. لم تجر على قدم الساق. قررت بعد ذلك أنني أحتاج إلى طريقة فاعلة فعالة، إلى نظام فاعل وفعال. إذا أردت أن أقدم إعادة الاختبار، هذا الأمر لن يجد نفعا أبدا، مجرد كلام فقط. إذن كنت بتصميم نظام ما يسمى اختبار قائم على ماذا؟ على المفهوم الخاص أو المحدد. ما الذي يعنيه بذلك؟ لدي هذه المستهدفات وهي خطة الوحدة. نظرت بعد ذلك في الاختبار، الجزء الأول خطأ وصح، الجزء الثاني الفراغات، الخيارات متعددة وغير ذلك. يا إلهي، أخذ الأفكار كلها ومن ثم أضعها وقوم بمزجها بهذه الطريقة الاختبارية، ومن ثم أعطيهم نسبة مثلا 30% أو 70% أو 75% 72%. ماذا من ماذا؟ 72% من ماذا؟ إذن الأهداف الأساسية وحدة الوحدة، خطة وحدة، لكن الاختبار لا يتناسب مع ذلك. إذن هذا ما قمت به حقيقة. غيرت الاختبار يكون منفصلا إلى أو مقسما إلى قسمين اثنين ونقطتين اثنتين، وبدأ الاختبار بهذا الأسلوب: تعريف عامة، وأيضا جزء خاص بالخرائط، أيضا لا الرابحين في الاجتماعات. لا يوجد أخطاء صح وخطأ، لا يوجد أسئلة صح وخطأ أو فراغات. الآن وفق المواضيع التي درست للطلاب. بعد ذلك أخذ قدم الطلاب الاختبار وضعت درجات على هذا الاختبار بناء على أداء الطلاب. بعد ذلك صممت ما يسمى ورقة خاصة بتعقب الطلاب ليعرف الطلاب درجاتهم في كل موضوع خضعوا لاختبار خضعوا له. وبدأ الأمر هكذا بالضبط. الجزء الأول طبعا كلها من 8، والثانية من 11. وبعد ذلك قاموا بوضعه، ليس أنا بل الطلاب هم الذين وضعوا درجاتهم بناء على مجموعة أسئلة. بعد ذلك بدأ الطلاب يفكرون عن أهدافهم، كيف قاموا بكل جزء. والطلاب أيضا اختاروا أي جزء منها يريدون أن يلقوا نظرة مرة أخرى عليها حتى يختبروا الآخر، يأخذوا الاختبار الآخر تماما. على سبيل المثال 5 من 8، وهذا مثلا 63%. لا أريد أن أخذ الاختبار أخرى. مثلا 10 من 12، 80. حسنا أريد بالاختبار لأن الخطأ كان بسيط جدا، وهذا ما شعروا به رائع جدا. ما هي الأشياء التي تريد أن تقوم بها على سبيل المثال؟ ما الذي ستقوم بها بطريقة مختلفة في المستقبل على سبيل المثال؟ ما هو الهدف الخاص لك بالمقرر هذا؟ كل هذه الأسئلة والتساؤلات مهمة. وأنا في هذه الحالة أدعو الطلاب أيضا أن يكون لهم دور مهم جدا في عادة الاختبار. وبعد ذلك سخت ورقة تعقب درجات الطلاب وكأنها أخذوها الطلاب كوصل حتى يعرفوا تماما. بهذه الحالة عليهم أن يعرفوا ما الذي يجب أن يدرسوه مرة أخرى. قمت بإعداد اختبار آخر وآمل أن تفهموا ذلك. نفس الأجزاء، نفس الفصول، نفس القيم، 8 11 5 3 3، لكن أسئلة مختلفة ولربما طريقة صياغة تختلف. إذن صار لدي اختبار ولدي اختبار آخر. سيقوم الطلاب بإجراء اختبار الذي يريدونه فقط، وبعد ذلك أيضا سأضع التعقب، تعقب الدرجات. وبعد ذلك أيضا وضعت طريقة أخرى لوضع الدرجات ووضعت ذلك في محل تنفيذ. هذه هي الطريقة التي بدأت. كان هذا الاختبار الأول، لذلك مثلا زاد الطالب درجته هنا وهنا تحسن أفضل، لا يوجد تغيير هنا. إذن حصل الطالب على نقطتين اثنتين درجة جديدة لهذا من 65 إلى هي يكون التحسن
قليل أو يكون كبير، وأحيانا يبقى على ما هو عليه ما كان الحال عليه، نادرا نادرا ما يكون أقل مما كان في المرة الأولى. لدي الكثير من الأسئلة والتساؤلات عندما صممت هذه الطريقة. الأمن والأمان، على سبيل المثال، هل ندع الطلاب أن يأخذوا الاختبار خارج الفصول الدراسية؟ لا، أبقي اختباراتي فقط في الفصول الدراسية وأعطيهم نسخة عن الموضوع، لكن لا أريد أن يأخذوا هذه الاختبارات معهم خارج. ماذا عن بعض الطلاب مثلا أقاموا بخمس أجزاء، مثلا اختبروا خمسة وبعضهم اختبروا في مرة واحدة؟ طرحت منهم أو قلت لهم أنه يجب أن يحددوا نقطتين أو ثلاثة، لدي كتب يمكن أن يقرؤوا منها وواجبات أخرى يمكن أن يطلعوا عليها لتحسين مستواهم. أيضا المتطلبات الأساسية، ما هي الأشياء التي ينبغي عليها حتى يأخذوا الاختبار مرة أخرى؟ أحيانا عليهم أن ينهوا الواجبات التي لم ينهوها مسبقا، وأحيانا أيضا يجب أن يشاركوا في الجلسات العملية، وأحيانا لا ينبغي عليهم أن يقوموا أي شيء، عليهم فقط أنه كان لديه شغل وأنا الآن جاهز، لم أكن متفرغا لأخذ الاختبار الأول. كيف أقوم هذا الأمر بعد الاختبار الأول؟ غالبا بعد أسبوع من الاختبار الأول. هل نقوم بذلك في الفصل الدراسي، أو أن الطلاب مثلا صباحا أو بعد المدرسة أو في وقت الغداء؟ متى؟ الأمر يعتمد حسب قمت بالأمرين طريقتين، كلما كان الطلاب أصغر كلما كنت تفضل ذلك في الفصل الدراسي، كلما كان الطلاب أعلى أو أكبر سنا يمكن أن تقوم بذلك على سبيل المثال في وقت الغداء. أيضا ما الذي أقصده بالأبواب المتحركة؟ على سبيل المثال، هل يقوم الاختبار باختبار واختبار؟ لا، ليس لدي وقت لهذا الأمر وليس لدي ما يكفي. غالبا ما يكون هنالك فرصة واحدة لاختبار مرة واحدة، ليس إلا هذه هي الطريقة الوحيدة حتى نقوم بذلك. بعضهم يطرح علي أسئلة حول مسؤولية الطلاب. هذه أشياء وصلنا إليها في المدرسة، وعبارة عن تطبيق تضع اسمك والتاريخ وما هي الأهداف extending. Can you explain in question number one what went wrong the first time? What do you recognize that you could have done differently? Is number two, did you come in and do all of the science labs and all of the homework? Yes or no? And if no, can you explain why in your own words? That's a very important question. Do you want to know a question I like even more? Look at this one. Do you practice, prepare, or learn outside of our class, at home, on your spare, at lunch? Yes or no? If no, why not? My favorite question, could you describe your approach to learning? How do you act? Effort, participation, class time? These are very good questions to ask students. And when they answer these kinds of questions, we will then determine retest or not. We get the student to sign that they understand the system, and sometimes a parent signature, that the parent understands the system. So I have one more thing I want to show you, because it is related to retests and also homework, okay? This is a very good alternative to grading homework. I ask teachers all around the world, do you want to grade assignments that were completed by others, like not by the student whose name is on the paper?
And if you say yes, أيضا إذا قالوا نعم لأنني لم أستخدم وقتي بشكل جيد. لا أريد أن أقوم بذلك في هذه الحالة. أتوقف. علي أن أتوقف لوضع درجات. يجب أن تكون هنالك واجبات أيضا. ويجب أن نعرف ما هي الواجبات التي يقوم بها طالب الفجر الدراسي. We need to stop this. علينا أن نوقف الواجبات التي يقوم بها طالب خارج الفصول الدراسية. ما الذي يجب أن نقوم به؟ هذا زميلي في مادة الكيمياء. أيضا هذا الأمر مهم جدا يعتمد على المنزلية. Work planning form. Student puts their name on it. طالب اسمه هنا ونطرح عليهم أسئلة. ما هي الواجبات التي ستقوم بها أو تجزها ونضع إشارة صح إذا أكملت ذلك. أكملت ذلك؟ لا. ماذا عن هذا الواجب لي مثلا؟ نعم حسنا. إذن أحيانا تقوم بواجبك المنزلي وأحيانا لا تقوم بذلك. ما نتعقبه هنا متى يدخل الطالب بعدما ينجز الطالب، هل في الصباح في المساء؟ وأيضا هم اختبارا سريعا جدا داخل الفصل الدراسي. لماذا؟ إذا نعرف ما الذي يقوم به وما أين يقوم به ومتى. وأيضا لدينا بيئة آمنة للطلاب. وبعد ذلك الطالب يقول كيف يقوم بالاختبار السريع، المعلم أم هو؟ ويمكن أن نرى أيضا هل الواجب المنزلي ساعدني في فهم؟ هل يجب أن أقوم بمزيد من الواجبات المنزلية؟ هل يجب أيضاً أن أحضر دروس إضافية؟ يمكن أن أتحدث عن ذلك أكثر وأكثر. وهذا أيضاً يزيل رغبة الطلاب أن يقوموا بواجباتي التي واجبات أو في كتب الطلاب وأصدقاء الطلاب. أعرف تماماً أن هنالك لدينا بعض من أو كثير من الخبراء الأكاديمية التعليمية، وقد سمعتم بأنواع التقييم، التقييمين النوعين، التقييم التكميلي والتقييم. لدي أولاً أي منها تكميلي وأي منها يعتمد على الخلاصة. إذا اختار الطالب أن يكتب شيئاً ما فهذا يعتمد على ماذا؟ على التكميلي. وإذا اعتمد أن يقوم بذلك فيما بعد فإنه يسمى التلخيصي. على ما تقوم به من بيانات ومعلومات يعتمد على ماذا؟ على ما تقوم به من بيانات. يعتمد على ما تستخدم من بيانات كما أقولها مرارا وتكرارا. إذا اخترت أن تعيد مرة أخرى وتنظر في شأنها هذا يعني أنك تحسنها، أنها تراكمية وإلا تكون تكملية. لدي سؤال، كم عدد الاختبار، عدد الاختبارات التي تكتبها لكل واحدة؟ أيضا هل منكم من يقوم بكتابة اختبارات أو إعادة الاختبارات؟ إذا لدي نقطتين اثنتين، كم عدد الاختبارات وكم هي عدد الاختبارات أو تقوم بكتابة الاختبارات لإعادة الاختبار؟ بعدما نقوم بهذا الأمر زرت المدارس لمدة 20 سنة. أعتقد أننا يمكن أن نتفق عليها وإياكم. التعلم يستغرق وقت، وقت أيضا يمكن أن يكون هناك المزيد من التعلم أو نتعلم أفضل. وكلنا نتعلم من أين؟ من أخطائنا. وأحيانا المزيد من الأخطاء يمكن أن يعطينا نتيجة أو تعلم أفضل. النقطة الثالثة، أهدافنا لكل الطلاب. لماذا الطلاب حتى يكونوا لهم أفضل؟ وأعتقد أن عملية التقييم أيضا عليها أن تقر بذلك. إذن هذه هي الأفكار الثلاثة التي أريد أن أشرحها لكم. ويمكن أن أرى أن هناك بعض الأسئلة والتساؤلات. الأسئلة هي هل لدينا وقت كاف في يومنا لكتابة كافة هذه الاختبارات؟ طلابي، سأسوق لكم أمثلة على ذلك. سيكون لدينا خطة الوحدة، وبعد ذلك سيكون لدينا أيضا عدد من
وبعد اختبار في أسبوع نقوم باختبار الطلاب. هذه الاختبار التي خضعوا لها للمرة الأولى. لم يكن لدي وقت كاف. أخبر الطلاب أنه يمكن أن تتفضلوا بزيارتي مثلا في وقت الغداء يوم الاثنين، ويمكن أن نقوم مثلا بالوحدة 1-2-3 في يوم الثلاثاء أو يوم 5-6-7-8. هذه الطريقة لا أستطيع وقت في الفصل الدراسي، وأي طالب يمكن أن تفضل بزيارتي يعد اختبار يمكن أن يزورني في الوقت المحدد. أحيانا نعم أستخدم الفصل الدراسي والوقت الفصل الدراسي، لذا علي أن أجد وأدخل الفعالية في استخدام الوقت المخصص للفصل الدراسي بطريقة أو بأخرى، وأوفر الوقت ولا أهدر الوقت على أشياء الوقت على أشياء. هنالك سؤال طرح هنا في الدردشة، وأريد أن أعبر عن بالغ شكري وتقديري لهذه الإسهامات التي أقوم بها. شكرا لكم دكتور باحث. هل يمكن أن توضح لنا ما إذا كان أنت تعتمد على المنهجية المعذرة؟ يس بايرون، الأسئلة سنترك لها مجال في آخر اللقاء، سنجمعها ثم نقولها لك في آخر اللقاء. Okay, great. هل انتهيت الآن؟ رائع جدا. هل انتهيت مايرون؟ I am finished. Okay. نعم نعم انتهيت، نعم انتهيت. شكرا جزيلا لك مايرون، وفي الحقيقة من خلال عرضك تحدثت كمعلم، كمدير، وكوكيل مدرسة، وأيضا كمؤلف، جمعت الخبرات فيما ذكرت. في الحقيقة ما استهليت به حديثك حول الثلاثة الأسئلة المهمة جدا، هل يعرف الطلاب إلى أين نحن ذاهبون؟ أين هم الآن؟ وكيف نسد هذه الفجوة بين ماذا يعرفون وأين هم الآن أو ما هي مستوياتهم؟ شكرا جزيلا لك، ما قدمت من أمثلة ومن أنشطة ومن قصص كان لها وقع الحضور، وكانت استجابات الحضور ومشاركاتهم بالشكر والثناء عليك، وأيضا شكرهم المكتب على دعوتك لهذا اللقاء. ابقى معنا مايرون، ابقى معنا قليلا إلى أن ننتهي من بقية المتحدثين، ثم نأخذ الأسئلة التي ستوجه لك. استمتعنا بحديثك فشكرا جزيلا لك. ضيوفنا الكرام، المتحدث الثاني هو سعادة الأستاذ الدكتور محمود، فليتفضل مشكورا. وأكرر الآن مرة أخرى، لأن الحديث يكون باللغة العربية، ممكن ترجعوا للصوت العادي لأنه سيكون بالعربي، ما عدا مايرون سيحول من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. تفضل سعادة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا جزيلا دكتور سعيد، دكتور سعود، شكرا جزيلا لمكتب التربية العربي للدعوة الكريمة لهذه الأمسية الرائعة حول التقييم. أطلب من ضيفنا الكريم أن يتيح لي أن أستطيع أن أشارك الشاشة مع إذا تريد تفتح الكاميرا دكتور تفضل. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في خلال الوقت القادم أعيش معكم نبذة بسيطة عن التقييم المستمر لتحسين نواتج تعلم القراءة للطلبة في الصفوف المبكرة نحو فهم أعمق للعلاقة بين التقييم والتقويم. خلينا نتفق جميعا أن نظام التعليم الحقيقة في 50 سنة الأخيرة تغير تغير كثير بسبب كثير من الأفكار العلمية اللي كانت هي نبع من علم النفس وأيضا علم النفس العقلي. النموذج اللي كان مسيطر على التعلم وتعليم في مدارسنا الحقيقة خلال 50 سنة الماضية، كنا دايما بنعبر عن نواتج التعلم داخل المدرسة أو داخل حجرة الدراسة من خلال التعرف على عدد التلاميذ المتميزين داخل حجرة الدراسة. يعني الصورة اللي قدامنا دي لو اتفقنا جميعا ان هذه هي التي تعبر عن تاريخنا داخل مدارسنا، بمعنى انه كم عدد من الطلبه المجيدين داخل حجره الدراسه يعكس جوده التدريس وجوده التعلم داخل حجره الدراسه وداخل المجتمع المدرسي. الحقيقه الكلام ده تغير تغير كثير
في العشرين سنة الماضية، وده بسبب بسيط أني أصبح الحقيقة يعبر عن جودة المجتمع المدرسي من خلال تعرفنا على مدى قياس أو قياس مدى استجابة النظام المدرسي للإيفاء باحتياجات الطلبة المتعسرين والمتعسرين. الكلام ده الحقيقة كان كثير موجه من خلال أبحاث علم النفس وأيضا أبحاث التربية. خلينا نتفق أن العالم العربي لديه افتنان بموضوع الدماغ وما يتم خلالها والعمليات المعرفية التي تتم داخل الدماغ، وده الحقيقة أثر على كثير من الممارسين داخل حجرات الدراسة يا جماعة، بمعنى أن الآباء والمعلمين دائما ما يهتمون بكيف يعمل أو كيف تكون العمليات المعرفية لها تأثير على تعلم الطالب أو الطفل داخل حجرة الدراسة. الحقيقة يمكن نستطيع أن نقول أن كثير من الممارسين لا يعلمون أن ما يتم داخل حجرة الدراسة له أيضا تأثير عكسي على البروفايل المعرفي للطالب. ولنا أن نعرف معلومة هامة جدا الحقيقة، قليل منا هو الذي على دراية بها داخل حجرات الدراسة، وهو أن الأبحاث العلمية الحقيقة في العشرين سنة الماضية أكدت على مبدأ مهم جدا للمخ البشري، وهو ما يسمى بالبرين بلاستيسيتي أو ما يسمى بمرونة المخ، بمعنى أن كلنا نولد جميعا بنسبة عالية من المرونة، وهذه المرونة تقل كلما ازددنا في العمر، ومن ثم كان مبدأ التدخل العلاجي المبكر الحقيقة مهم جدا داخل حجرات الدراسة. التدخل العلاجي أيضا كمبدأ يعتبر الآباء والمعلمين أنه موجه فقط للطلبة الضعفاء، ولكن الحقيقة التعليم بوجه عام والتعلم بوجه عام قائم على التدخل العلاجي، بمعنى أنه من داي ون أو من أول يوم داخل حجرات الدراسة يجب على المعلم أن يسأل نفسه هل يستطيع الطالب أن يحرز تقدم فيما يحصل عليه من تدريس، سواء في مهارات القراءة، سواء في مهارات الرياضيات، سواء في محتوى القراءة أو محتوى الرياضيات. وكما تلاحظون أنا ذكرت أن هناك ما يسمى بالمهارات وما يسمى بالمحتوى. الحقيقة دعنا نؤكد على أن كثير من الأدبيات العلمية والأدلة البحثية بتؤكد على أن الصعوبة والتحديات تكمن دائما داخل الفرد، وتتأثر شدة الصعوبة بالعوامل البيئية المتاحة داخل حجرات الدراسة، بمعنى هل يستطيع المعلم من خلال ما يقوم به من استراتيجيات للتقييم واستراتيجيات للتعلم أن يحسن أو يعدل من أداء الطالب أو أداء الطفل داخل حجرة الدراسة. الأمر ده بيزداد أهمية كبيرة جدا في ما يسمى بالصفوف المبكرة، نظرا لما ذكرناه من أن مرونة المخ في السنوات الأولى من العمر أو ما يسمى بالبرين بلاستيسيتي بتكون نسبتها أو مستوياتها عالية جدا، ومن ثم ما يتم داخل حجرات الدراسة في الصفوف المبكرة يمكن أن يكون منبئ جيد لما يمكن أن يحدث من تحسن على أداء الطفل أو الطالب في السنوات التالية. ومن ثم تحدي التعلم للطلبة تكمن في بيئة التعلم التي تشتمل على التدريس والتعلم والتقييم. النموذج اللي قدامنا ده يا جماعة هو النموذج اللي يجب أن نضعه أمامنا أو يضع كل معلم وكل ولي أمر يعمل مع طفله سواء داخل المدرسة أو داخل المنزل أن يضع هذا النموذج أمامه، بمعنى أنه يجب بمجرد ظهور تحدي في التعلم أو ظهور صعوبة في التعلم أو ظهور أي مشكلة في التعلم يجب أن يسأل المعلم وولي الأمر أو الأب والأم. وإحنا نعرف كلنا أن جميع الأسر تعمل مع أطفالها في الصفوف الداخل في السنوات الأولى من العمر لتحسين مستوى تعلمها وحصولها على مزيد من التعلم سواء في القراءة أو في الكتابة أو في الحساب. يجب بمجرد ظهور الصعوبة أن يكون هناك تدخل علاجي قائم على قاعدة علمية، ولهذا طبعا يعني شرح يطول ولكن لا نستطيع أن نركز عليه فيها هذه الجلسة، ثم أن يكون هناك رصد ومتابعة باستمرار من المعلم ومن أيضا ولي الأمر، ثم نتأكد من أن ما نقوم به سواء في المنزل أو البيت سواء في المنزل أو المدرسة أن يكون له تأثير إيجابي على نواتج تعلم الطالب. كيف نستطيع أن أتأكد من هذا؟ من خلال طبعا قياس مستمر لنواتج التعلم، وهل هناك تحسن طرأ
في المهارات المختلفة التي تعلمها الطفل داخل حجرة الدراسة وساهم فيها ولي الأمر داخل المنزل، هذا النموذج يتكرر. يعني هذه الأربع دوائر اللي أمامي يجب أن تتكرر على مدار العام، وتكون استجابة الطالب في التعلم هي المؤشر الذي يستطيع أن يؤكد لي على أنني في الطريق الصحيح. إذا نظرنا إلى هذا الشكل اللي أمامنا هو الذي يعبر عن البيئة المدرسية يا جماعة، يعني كل معلم، كل ولي أمر موجود في الحضور يجب أن يعني ينظر إلى هذا النموذج على أنه هو النموذج المعبر عن التعلم، هو منهج دراسي ونظام وبيئة مدرسية، ثم يأتي التقييم، يعني ما يتم داخل حجرة الدراسة وداخل المدرسة وداخل المنزل من إعطاء قيمة لمستوى الطفل من أول يوم إلى آخر يوم في الدراسة. حقيقة لو اتكلمنا عن التقييم بنؤكد على أن التقييم دائما له أربع أهداف: تشخيص، وتشخيص مرتبط بالتدريس، حتى أستطيع أن أبدأ تدريسي يجب أن أشخص المستوى المبدئي أو الأولي للطالب اللي أنا بدرسه. من هنا بنقول أن البليسمنت تيست أو ما يسمى باختبارات التسكين هي اختبارات تشخيصية في المقام الأول، يعني في أول يوم لو دخل المعلم حجرة الدراسة وأعطى اختبار بسيط جدا يستطيع من خلاله أن يحكم أو يشخص مستوى الطالب أو الطلبة اللي هم في حجرة الدراسة في بداية العام. ثم يأتي الأهم وهو التقييم التكويني أو ما نطلق عليه الفورماتيف أسيسمنت، وأيضا جزء منه وقليل اللي بيتكلم عنه هو ما يسمى بالرصد والمتابعة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لمدى تطور مستوى الطالب داخل حجرة الدراسة. ثم يأتي الاختبارات التقليدية اللي احنا دايما بنعتمد عليها وهي اختبارات نهاية العام أو نهاية الفصل الدراسي. مهم جدا 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 ان احنا نعلم في الشريحة اللي قدامنا دي ان يجب ان يضعها ولي الامر والمعلم في ذهنه تماما قبل ان يقوم بتدريس اي شيء. لا يستقيم التعلم الا بعد استقامة السلوك، ودي حاجة مهمة جدا بنغفل عليها جميعا يا جماعة. بمعنى ان المعلم كثير ما يبذل كثير من الجهود اللي هي في التدخل العلاجي الأكاديمي، وكثير من المعلمين أو كمجتمع مدرسي وأيضا ولي الأمر يقوم بكثير من الجهود سواء في المنزل أو بالتعاون مع المدرسة لتعليم الطالب مهارات القراءة والكتابة والإسهام في تحسين مستواه، ولكن لا يظهر ناتج هذا على الطالب نظرا لوجود الكثير من المشكلات السلوكية اللي بتؤثر على استقباله لما يتلقى من معلومات. وبالتالي يجب أن نؤكد أن أيضا التقييم التكويني أو أنواع التقييم المختلفة تنطبق أيضا على السلوك، ويجب على أن يؤكد على هذا داخل حجرة الدراسة أني لا أستطيع أن أغير من نواتج تعلم القراءة والكتابة والحساب أو نواتج التعلم الأكاديمية عامة إلا إذا تأكدت أن نواتج التعلم السلوكية كانت الحقيقة في تحسن وفي صورة ممتازة. نتفق جميعا أن احنا بنعتمد كثيرا على الأدبيات المترجمة، ولا ضير في هذا. كثير من ما يكتب في التقييم وفي التربية وفي علم النفس وفي العلوم الإنسانية الحقيقة كثير ما يأتي من العالم الغربي، وهذه سنة الحياة. الدورات الزمنية هم أيضا أخذوا من العالم العربي حينما كان العالم العربي يقود إنتاج المعرفة، ولكن لدينا مشكلة كبيرة في فهم ما ننقل من البيئة الأجنبية. ولذلك إذا كنت أدعو الحقيقة مكتب التربية العربي في ندوة أخرى يجب أن تركز على كيف نستطيع أن نتأكد من النقل السليم للأدبيات الأجنبية، ويمكن أن تناقش هذه في ندوة منفصلة إن شاء الله. لو نظرنا إلى كلمة التقييم أو أسس ووجدنا التعريف المعجمي أو التعريف القاموسي نجد ببساطة أنها تعني الجلوس مع، يعني أن تجلس مع طفلك وأن تجلس مع تلميذك من أجل أن تساعد على التعلم، وليس موقف تقييمي تتحدى في قدرات الطالب أو تتحدى في قدرات الطفل، وإنما أنت تجلس معه من أجل أن تساعده على أن يتعلم أخطاءه. ومن هنا جاء أو كان التقييم التكويني بيركز دائما على ما يستطيع الطفل القيام به في المستقبل. يعني أنا قاعد مع طفل اليوم بقيم مهارات القراءة أو محتوى القراءة أو محتوى ما تعلم
أتعلم علشان بكرة أشوف التحسن الذي يطرأ عليه، بجلس مع غنى عشان فيما بعد أستطيع أن أنا أحكم على إلى أي مدى سوف يستطيع أن يتحسن الطالب، في حين أن التقييم الجامعي هو تقييم لما مضى، يعني كل اللي قمت به في نهاية الشهر، كل اللي قمت به في نهاية الفصل الدراسي، كل ما قمت به في نهاية العام الدراسي هو التقييم لما مضى، ولا أستطيع أن أفعل تجاهه أي شيء إلا أن أعطي حكم نهائي على ما قمت به أو ما قام به الزملاء داخل. مهم جدا إحنا نعرف تاريخ المعلومة قبل المعلومة، يعني كثير من يقولوا لم نكن معتدين على ما يسمى بالتقييم التكويني أو التقييم المستمر، ولهذا الحقيقة يعني قصة جميلة جدا تتلخص في العنوان اللي أمامكم. اثنين من الباحثين سنة 1998، يعني تقريبا أكثر من 20 سنة الحقيقة، كانوا في جامعة لندن واهتموا بعملية التقييم، وكان الكتاب اللي قدامكم اللي هو Inside the Black Box كان عنوان معبر عن الجوانب السلبية للتقييم داخل حجرات الدراسة في المدارس على مدى 100 سنة أو 50 سنة اللي هي سبقت 1998. تلخيص الكتاب الحقيقة هو كتاب ممتع، تستطيع أن أنتم الحقيقة تقروه من المكتبة، ولكن تلخيص الحقيقة الكتاب هو أن هناك أدلة بحثية تكفي في كثير من الأبحاث العلمية أكدت على أن الفورماتيف أسيسمنت هو يجب أن يكون جزء أساسي من الدراسة الناجحة، ومن ثم من خلاله نستطيع أن احنا نتحدى قدرات الطالب أو نرفع قدرات الطالب يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع. 5 نقاط رئيسية يجب أن نضعها في أذهاننا خلاصة هذا الكتاب، وهو تقديم التغذية الراجعة بصورة يومية ومستمرة داخل حجرة الدراسة أو للتلاميذ بتحسن عملية التعلم، اشتراك التلاميذ النشط في تعلمهم بيحسن عملية التعلم، تعديل التدريس بناء على التقييم التكويني بيحسن عملية التعلم، معرفة الأثر العميق للتقييم على دفاعية التلاميذ وتقديمهم لذواتهم يحسن عملية التعلم، والتأكد من أن التلاميذ يقيمون أنفسهم ويعرفون أخطائهم ويتعرفون على أخطائهم. لو نظرنا إلى منهج القراءة اللي هو عنوان الحقيقة الحديث بتاعي اليوم، لو نظرنا إلى منهج القراءة هو منهج زي ما حضراتكم شايفين، ده نموذج لمنهج القراءة، مهارات لتعلم القراءة، محتوى لتعلم القراءة داخل بيئة اجتماعية ثقافية مادية سلوكية. إن لم أكن أتأكد من ضبط الجوانب الاجتماعية والثقافية والمادية والجسدية وأيضا السلوكية لن أستطيع أن أتقدم في المحتوى المهاري أو المحتوى التحصيلي. لو نظرنا على هذا الشكل دائما بنلاقي أن المعلم بيعاني دائما مع تصنيف التلاميذ، يعني بعد شهر أو شهرين من التدريس بيجي يقول لنفسه أن عندي 80-90% من الطلبة الحقيقة جيد أو 70%، عندي 5-15% متوسطين، عندي 1-7% ضعاف جدا، أو هذه النسب طبعا بتتفاوت من بيئة إلى أخرى. لو نظرنا أو طبقنا مفاهيم التقييم التشخيصي والتكويني على القراءة نجد زي ما حضراتكم شايفين أن التقييم التشخيصي يجب أن يستخدم المعلم قبل البدء في التدريس، في حين أن التقييم التكويني يستخدمه المعلم أثناء عملية التدريس، والتقييم النهائي يتم تطبيقه في نهاية التدريس. الحقيقة في سنة 2000 تقريبا كان هناك تقرير مهم جدا جدا أثر على تدريس القراءة ليس فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في العالم أجمع، لأن هذا التقرير حقيقي كان له تأثير كبير على إن إحنا نضع أخطائنا أمامنا. التقرير ببساطة كان يسمى أو أطلق عليه The National Reading Panel Report، وهذا التقرير كان بتفويض من الكونغرس الأمريكي نظرا لضعف مخرجات التلاميذ الأمريكان في الاختبارات الدولية، وخصوصا أن عنوان الندوة اليوم عن أيضا الاختبارات الدولية ونتائج الاختبارات الدولية. ليه دايما فنلندا في المقدمة؟ ليه دايما كوريا في المقدمة؟ ليه دايما بلاد أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية دائما في مقدمة الاختبارات الدولية؟ الحقيقة هذا التقرير اللي يتكون تقريبا من أكثر ما يزيد عن من 500 صفحة قال أن كل تدريسنا للقراءة خلال 100 عام الماضي الحقيقة هو تدريس غير علمي. يعني إيه تدريس غير علمي؟ يعني تدريس كان فيه كثير من الأخطاء ويجب أن تصحح.
طب إيه هو التدريس الصحيح؟ التدريس الصحيح هو أن عملية التقييم من أول يوم دراسي في حياة الطالب، يعني من أول البريسكول أو ما يسمى بمرحلة ما قبل المدرسة، يجب أن يركز على التدريس المهاري وليس التحصيل. وهناك فرق كبير يمكن بضعه في مثال جميل في التقييم في آخر هذا الحديث. إنما جاءوا بفكرة جميلة جدا، وهي فكرة إن تعلم القراءة من أول 5 سنوات أو من أول 3 سنوات لحد 70 سنة يجب أن يركز على المهارات الأساسية لتعلم القراءة، واللي تم التأكد منها أو validated across أو خلال كثير تقريبا جميع اللغات، وهي الوعي الصوتي، مهارات المضاهاة بين الرمز والصوت أو ما يسمى بمهارات فك الترميز، وهي عملية معرفية يعني يستفيض الشرح فيها، وأيضا الطلاقة القرائية والحصيلة القرائية والفهم القرائي. لو وضعنا هذه المهارات على جراف من أول يوم في الدراسة لآخر يوم في الدراسة، وبدأنا نقيس من خلال التقييم التكويني مدى التطور اللي بيحدث على الطالب في هذه المهارات الخمسة، لا يهمني أن يكون لدي أي نوع من القلق على تحصيل الطالب سواء في القراءة سواء في الكتابة أو الحساب. وبالتالي يجب أن كل معلم يضع أمامه هذا النموذج أو الجراف اللي قدامنا ده على أنه بيعبر عن تعلم الطالب على المهارات الخمسة من أول يوم في الدراسة وحتى آخر يوم في الدراسة، سواء بيدرس صف أول، صف ثاني، صف ثالث، رياض أطفال، أولى أعدادي، تاني أعدادي، تالت أعدادي إلى آخره، أو حتى تدريس الكبار للقراءة والكتابة. نستطيع من خلال التقييم التكويني لهذه المهارات الخمسة أن نعبر عن مدى تقدم التلاميذ في تعلم القراءة، بمعنى إن لو اختبرت هذه المهارات الخمسة عند 2 من الطلاب، طالب سين وطالب صاد، حول مهارات القراءة، أستطيع أن أتنبأ بتحصيله في الاختبارات الجمعية النهائية، بل في الاختبارات الدولية وفي أي اختبار تحصيلي آخر. وهناك فرق كبير بين الاختبار المهاري يا جماعة وبين الاختبار التحصيلي، ويجب على كل المعلمين أن يعني يهتموا بهذا الأمر، يسأل نفسه هذا السؤال: هل أجيد تصميم اختبار مهاري؟ هل أجيد تصميم اختبار تحصيلي؟ وسأعرض مثال في نهاية هذه في نهاية حديث. الحقيقة إيه طيب قيمة المقاييس اللي هي بتاعة رصد الأداء، اللي هي بتعتبر مكون من التقييم التكويني؟ التقييم التكويني لو عملته 2 مرات في الأسبوع أو 3 أصبحت مقاييس لرصد الأداء. طب لو عملته 1 مرة كل 3 أسابيع فقط سمي تقييما تكوينيا أو تقييما بنائيا أو تقييما تشكيليا. وما زلت أرى أن هناك الحقيقة يعني عندي مشكلة في ترجمة كثير من المصطلحات في للأدبيات العربية، ولكن يعني خطأ شائع خير من صحيح مهجور. عملية جمع البيانات زي ما ذكر الحقيقة المتحدث الأول هو استثمار في تعلم التلاميذ، بمعنى أن من خلال الاختبارات المهارية اللي أنا بصممها وجمع البيانات بصفة يومية على هذه الاختبارات أو بصفة 2 في الأسبوع لتتحول إلى اختبار لرصد التقدم، بستطيع الحقيقة أن أعدل من تدريسي، أن أعدل من نواتج تعلم الطالب، وأن أعدل في كثير من المتغيرات المرتبطة بعملية التدريس بما في ذلك السلوك يا جماعة. طيب لو احنا خدنا هذه المهارات، واحد يسألني الطلاقة القرائية وأيضا الفهم القرائي وإن أنا ما ذكرتش كثير من الحاجات اللي دايما بنركز عليها زي اللام القمرية واللام الشمسية، المدود وإلى آخره وغيره من هذه الأمور اللي دايما أسمعها من كثير من المعلمين سواء بدي ورشة أو في مؤتمر، لازم نفرق بين ما يسمى بمقاييس النواتج العامة ومقاييس القائمة على المهارات ومقاييس الإتقان. واحد يقول لي طب إيه الفرق بين الثلاثة دول؟ أقول مثلا لو أنا جبت طالب وقلت له تفضل قوم اقرأ هذا النص وبدأ غير قادر على قراءة أي حاجة، ده اسمه مقياس ناتج عام. يعني مقياس ناتج عام مش محتاج أن أنا أروح لاختبارات أخرى عشان أقول أن هذا الطالب لديه مشكلة في القراءة. بمجرد ما طلبت منه أن يكون طلقا في قراءة نص قرائي ولم يستطيع وتلعثم وتعصر، فأصبح هذا مقياس للناتج العام. طيب لو أنا عملت مقياس للمهارات، أجيب
أن أتأكد أنه يوجد كثير من المهارات، زي مثلا اختبار في اللام القمرية واللام الشمسية، اختبار في المدود، اختبار في أي مهارة فرعية داخل القراءة. ده أصبح اسمه مقاييس قائمة على المهارات، وأستطيع من خلاله أن أنا أضع ماتريكس للمهارات اللي هي الضمنية داخل القراءة. طيب، ما يسمى بمقاييس الإتقان؟ مستحيل أتوقع من طالب أن يجيد على المقاييس اللي هي القائمة على المهارات أو المقاييس النواتج عامة دون أن يتقن الأساسيات، بمعنى أن الطالب اللي ما يعرفش الحرف ولا يعرف الصوت لن يستطيع أن هو يجيد على اختبارات المقاييس، مقاييس المهارات وأيضا مقاييس النواتج العامة، ولا أتوقع منه أي تحصيل عالي في اختبار تحصيلي في نهاية العام أو في نهاية الفصل الدراسي. مش هقف كثير عشان الوقت، طبعا أنا عارف أن الوقت يدهمني، مش هقف كثير عن المقارنة بين الاختبارات التقليدية ومقاييس رصد الأداء، ولكن يستطيع إن شاء الله تحصلوا على التقديم. ولكن أركز على حاجة مهمة جدا، أن الاختبار التكويني أستطيع من خلاله الحقيقة إن أنا من أول يوم أستطيع أن أرى كيف يقوم تلاميذي بالتقدم في الاختبارات المهارية. الحقيقة لو أنا بصيت الثلاثين سنة اللي فاتوا لم تكن هناك مبادرة في العالم العربي للاختبارات التكوينية أو التقييم التكوين السليم إلا من خلال مشاريع دولية. يعني ما أعرفش كم واحد من الحاضرين يعرف بمشروع البنك الدولي اللي هو اقرأ أو يعني اقرأ، وده الحقيقة عطانا انذار شديد لما قارنا بين الطالب اللي موجود في العالم العربي والطالب اللي موجود في البيئة الغربية سواء في أمريكا أو أوروبا، حول عدد الكلمات اللي بيستطيع قراءتها أو عدد الحروف التي يستطيع تسميتها في دقيقة واحدة. ودي ميزة أخرى أيضا في الاختبارات المهارية، أنها يجب أن تكون موقوتة. الحقيقة لقينا فرق كبير جدا. هذا الفرق مثلا 16 كلمة في الدقيقة أو 17 كلمة في الدقيقة للطالب العربي في أسوأ نظام تعليمي، مش ضروري أقوله، والطالب الأوروبي أو الأمريكي من 40 إلى 60 كلمة في الدقيقة في أحسن نظام تعليمي. هذا الفرق يؤكد لي إيه؟ يؤكد لي على نواتج تعلم، مش بس حجرة الدراسة ولا النظام التعليمي، وإنما نواتج تعلم ولا البيئة التعليمية، وإنما نواتج التعلم، الأنظمة التعليمية عامة في العالم العربي يا جماعة. بمعنى أن هذا يعني إنذار شديد إلى كيف يكون أدائنا داخل حجرة الدراسة. هي آخر شريحة أختم بها حتى نستطيع نفتح ما يسمى بالصندوق الأسود، نعرف كويس جدا على كيف نقيم تكوينيا. الحقيقة هو الفرق بين التقييم والتقويم، واللي كثير منا أيضا بيخلط ما بينهم، ودايما يقول أن التقويم يتضمن التدخل العلاجي وكأن التقييم لا يتضمن التدخل العلاجي. الحقيقة هذا الأمر خاطئ جدا ويجب أن نصححه لدينا. التقييم والتقويم، إذا قلنا أن هناك من يستطيع أن يقدم تدخلا علاجيا فهو التقييم، وإن كنا أكثر دقة هو التقييم التكويني. أنهي بهذا المثال اللي قدامي ولن أجيب على السؤال، وإنما لو أنا عطيت هذا النموذج لأنهي به الحقيقة حديثي للمعلمين الموجودين معايا أو الباحثين أو الممارسين، وقلت إن هذا الاختبار اختبار مشهور لدينا، هو اختبار بيسمى اختبار ما بين الأقواس، والتسمية العلمية لدي ليه هو اختبار الإغلاق. اختبار الإغلاق هذا لو أنا بصيت كده، أتمنى أنكم تقدروا تقروا على الشاشة. اختبار الإغلاق يمكن أن يكون مهاريا ويمكن أن يكون تحصيليا، ولكن إذا قمت بشيء معين. ما هو هذا الشيء؟ أترك الإجابة للحضور وأنتظر إن شاء الله الإجابة في نهاية هذه الأمسية الرائعة. شكرا جزيلا، آسف لضيق الوقت، كان هناك كثير من الأفكار ولكن ألتزم بالوقت. شكرا جزيلا للمستضيفين، شكرا جزيلا للحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أنت سعادة البروف محمود، هذا العرض الشيق والمميز أيضا كذلك. ولعلك يعني ذكرت في بداية حديثك أن الحكم على جودة النظام تأتي من خلال قدرة المدرسة على قياس مدى تعلم الطلبة المتعسرين والمتعثرين، ولعل هذه يعني تجمل ما ذكرته في عرضك المميز العلمي الذي تناولته. وأيضا كذلك شكر الزملاء لك الآن يعني تتابعا من خلال الشات. سأدعو الآن المتحدث الضيف الثالث سعادة الدكتور صالح الشمراني، فليتفضل مشكورا خلال الوقت المتاح. تفضل دكتور.
بحاول ألغي الشيرنج الحقيقة شوية عندي مشكلة في الشاشة. يلغون الزملاء لك إذا كان مسموح. يا ريت تتفضل. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل دكتور صالح. طيب سوي شير للسكرين وتفضل. طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية شكرا جزيلا لمكتب التربية العربي متمثل في سعادة الدكتور سعود هذا المساء في جمع هذا الحشد الجميل اللي تجاوز 800 بانتظار ما قد نقدمه بإذن الله تعالى أن يكون فيه المفيد الذي يساعد ويدعم تحسين الممارسة التعليمية في مدارسنا وبالتالي تحسين الأنظمة التعليمية. بدي أنه يعني بس ننشط شوي التفكير بعد المعلومات الغزيرة اللي أخذناها من المتحدثين الأول الدكتور مايرون و دكتور محمود، وأطرح سؤال فقط على المشاركين ويجاوبون في أقل من دقيقة. سؤالي هو طبعا بالتأكيد أن الحضور كلهم مروا برحلات تعليمية مختلفة، منهم من انتهت بالبكالوريوس منهم من تجاوز ذلك. سؤالي كم اختبار ختامي خضعت له خلال مسيرتك التعليمية؟ دكتور لعل بينما يجيبون في ناس تسأل عن الصوت، ما في الصوت، الصوت واضح، لكن يمكن فاتحين على العربي ارجعوا إلى الصوت الأصلي، الصوت الأصلي وليس الصوت العربي، لأنه الآن متحدث عربي وإذن يكون هناك ترجمة في صوت. يلا تفضلوا بالإجابة على السؤال وتفضل دكتور. جميل. طبعا لا يعد ولا يحصى وكثيرة جدا، ربما 5200 حقيقة لو حسبنا فقط المرحلة التعليمية التعليم العام من الأول ابتدائي إلى الثالث ثانوي، بمتوسط 10 مواد دراسية، بمتوسط اختبارين نهاية فصل دراسي أول نهاية فصل دراسي ثاني، تصل إلى 240 اختبار. كثيرة يا دكتور. وبعد ذلك الجامعي، وبعد ذلك ما بعد الجامعي البكالوريوس، وبالتالي يخضع الشخص منا في مرحلة دراسية حتى يتخرج من الجامعة إلى ما يزيد عن 400 أو 500 اختبار ختامي، غير ذلك من الاختبارات البنائية أو التكوينية. ولعلي أذكر هذا الموقف المرتبط في إحدى السنوات، كان هناك مجموعة من طلاب الماجستير وكان تقريباً 99% منهم معلمين في مدارس والخبرة التعليمية لا تقل عن 7 سنوات. تم طلب كتابة تعبير عن رحلتك في التقويم، رحلتك مع الاختبارات، ومنحت الطلاب تقريباً طلاب ماجستير منحتهم نصف ساعة للتعبير حقيقة والله بدون يعني أي تغيير في الحقيقة. هو كان أفضل شخص عبر عن هذا الموضوع لم يتجاوز 3-4 صفحة. لماذا؟ لأنه تعليمنا لا يغرس فينا الأثر، لا يغرس فينا التفكير، لا يغرس فينا التأمل. فبالتالي أنا لما أمر في رحلة تعليمية بعدد كبير من الاختبارات، مريت باختبارات متنوعة الأسئلة، مريت باختبارات من الصعوبة والسهولة، أشياء كثيرة جداً في الاختبارات أستطيع وصفها، منها ما كانت اختبارات مفصلية وأثرت في اتخاذ قراراتي في الحياة. يعني غيرت تخصصي بناء على نتائج اختبارات، غيرت المدرسة بناء على نتائج اختبارات، كل القرارات اللي ممكن اتخذتها سواء أنا أو بمساعدة الوالدين أو بمساعدة زملاء وغيرت مساري التعليمي. إذا لم يكن بأنه في رغبة في التخصص فهو في الغالب أو في الدراسة فهو في الغالب ناتج عن نتائج الاختبارات. فالتقويم مهم جدا في حياتنا. لعل هذه القصة تكون لنا مدخل من أن ننتقل إلى الشريحة الثانية، وهذه الشريحة عبارة عن يعني شريحة استفتاحية لكم عدد الاختبارات،
أيضا كمعلم الآن أو عضو هيئة التدريس، كم عدد الاختبارات اللي تقوم بإعدادها لطلابك سنويا؟ تجد أنك تعد يعني اختبارات كثيرة جدا. لو طرحت السؤال الثاني استقصائي، كم عدد الاختبارات اللي تثق في أن هذه الاختبارات اختبارات جيدة، بمعنى أنها أعدت وفق القواعد العلمية المتعارف عليها؟ يعني أصبحت مع القواعد العلمية المتعارف عليها في بناء الاختبارات أصبحت واضحة حتى في الأبحاث والدراسات، لم يعد لها ذكر أو لم يعد لها يعني اهتمام جانب بحثي، لأن خلاص أشبعت بحثا وأصبح متعارف عليها. فبالتالي التقويم مهم جدا، لذلك التقويم الوطني والتقويم الدولي والتقويم الختامي مهمة جدا وتعتبر مفاتيح رئيسية في إصلاح التعليم. لذلك فهو يستحق منا الاهتمام، يستحق منا الاطلاع الأكثر، التعلم المستمر لسببين. السبب الأول إدراك أهمية الموضوع، بالتالي يجعل عندنا الدافعية للتعلم أكثر حتى نمارس التقويم بالطريقة الصحيحة، وبالتالي نستفيد من نتائجه ونصلح الجانب التعليمي. هذه الشريحة توضح مكونات النظام التعليمي. أي نظام تعليمي في العالم يكون ضمن هذه المكونات، تختلف أعداد المدخلات، تختلف أنواعها، تختلف العمليات جودتها، تختلف المخرجات، بالتالي لكنها عملية مقسمة 4 أجزاء: مدخلات، منها السياسات والأنظمة التعليمية والحوكمة وما إلى ذلك، الموارد المالية وبالتأكيد نعرف لها أثر كبير جدا على المخرجات، المصادر التعليمية، المناهج الدراسية، المرافق التعليمية، المباني والمعامل وغيرها، والمعلم والطالب. هذه كلها مدخلات للنظام التعليمي تصب في أو تمر من خلال مرحلة العمليات. مرحلة العمليات تدريس، إدارة، سواء كان إدارة مكتب، إدارة مدرسة، إدارة قسم، للمعلم، التعاون والشراكات بين المجتمع والمدرسة وبين أعضاء الهيئة التدريسية نفسها في المدرسة، كل هذه عبارة عن العمليات التي تحدث داخل المدرسة، وهي محط الاهتمام البحثي الرئيسي للإصلاح في جودة التعليم. أي محاولة للإصلاح في جودة التعليم لا تستهدف هذا المجال لن تؤثر في إصلاح التعليم. لذلك التعليم مكون رئيسي من مكونات أي نظام تعليمي، يجب الاهتمام فيه وإصلاحه حتى يصلح حال النظام التعليمي. جودة التدريس، جودة الوقت اللي يتم داخل غرفة الصف، سواء كان من خلال إدارة الصف، من خلال إدارة تصميم التدريس، من خلال تطبيق وممارسة التقويم الفعال، كل هذه العمليات هي المؤشر الرئيسي لجودة التعليم. من يقوم فيها ومحورها هو الطالب والمعلم، لذلك نجد طرق التدريس متمركزة حول المعلم أو متمركزة حول الطالب. التقويم إما أن يكون تقويم يجعل الطالب نشط ومتملك لتعلمه، أو أن التقويم يكون يجعل الطالب سلبي ومطلوب منه فقط إفراغ المعلومات التي يستذكرها وحفظها أثناء عملية التدريس. لذلك جودة هذا المحور مهم جدا، التقويم يحتل جزء رئيسي منه ويؤثر على المخرجات ويؤثر على النتائج في النهاية اللي هي تؤثر على التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية. إذن التقويم عنصر مهم جدا في النظام التعليمي. ما هو التقويم؟ الجميع منا حافظ التقويم وعارف ماذا يقصد بالتقويم، لكن تفصيل التقويم بتعريفه، أول شيء هو عملية، فبالتالي لا يمكن أن يكون التعليم غاية، التقويم غاية. فالتقويم هو عملية تتم أثناء عملية التعليم ليس غاية، بالتالي نستطيع أنه في هذه العملية يكون عندنا حرية من الممارسة، من تنويع الممارسات، من الاجتهاد في تطبيق الأدوات وغيره، ولها أنواع ولها أساليب ولها أدوات. الهدف من هذه العملية هو قياس وتقويم المعارف والمهارات والقدرات التي يمتلكها الطالب، وبالتالي معرفة نتائج التعلم. هذه العبارة الأخيرة نقول مكانها أو نحل بإحلال مكانها عملية أثر التعليم.
إيش الأثر لكل العمليات اللي صارت وكل السياسات والمدخلات اللي وجدت، ما أثرها على المتعلم؟ هل اكتسب منها معارف، مهارات، بنى شخصية جيدة متزنة، مشاركة في المجتمع؟ هذا الكلام في الأخير هو أن التقويم يقيس الأثر اللي أبرزه، إذا ما أخذنا محصلة نهائية لكلمة تقويم، ليس بتفريعاتها، تقويم بنائي، تقويم ختامي، تقويم، لأن في الأخير تصب على أنه دعم التعلم اللي يصب في مصلحة المتعلم في الأخير. ماذا يحدث داخل هذه العملية؟ يحدث جمع بيانات وشواهد نستدل من خلالها على مستوى التعلم اللي أدركه الطالب، وبالتالي نستطيع بعد ذلك توجيه القرار التعليمي. فإذا كانت اختبارات بنائية لها مسار كما ذكر المتحدث السابق الدكتور محمود، استخدامي للبيانات يعتمد على مستوى توظيفها. فإذا بوظفها في قرار تعليمي على مستوى المدرسة أو على مستوى المنطقة أو على مستوى النظام التعليمي، إذن أنا بفسرها بهذه الطريقة، وبالتالي يتطلب مني بناء الاختبارات بطريقة معينة وتحديد أهداف بطريقة معينة لأن الغرض مختلف. لكن إذا حددت الغرض أني أنا أكون فرد المتعلم، إذن بفسر البيانات والشواهد بطريقة مختلفة، وبالتالي بناء الاختبار بيكون له طريقة معينة وأسلوب معين. الأغراض التقويم إحفاظاً للوقت حقيقة عشان ما يزنقنا في الأخير، أن أغراض التقويم مجموعة أغراض يهمنا فيها فقط أعلى واحد على اليسار، توجيه تصميم الدروس وعمليات التدريس والتعلم. لأن الأغراض الخمسة الأخرى قياس وتقويم التحصيل العلمي سواء كان بنائي أو ختامي، توجيه عملية صنع القرارات غالبا في الختامية، متابعة تقدم وتطور النظام التعليمي إذن غالبا في الختامية أو الدولية أو الاختبارات المعيارية، دعم التعلم والاستعداد الجامعي والمهني لها نوع معين من الاختبارات تشخيصية أو اختبارات تعلم، توجيه عمليات المساءلة والمحاسبة أيضا على مستوى النظام التعليمي، توجيه تصميم الدروس وعمليات التدريس. هذه الغرض اللي احنا نريد ان نركز عليه باعتباره احد اغراض التقويم البنائي. لو اخذنا الممارسات الرئيسيه اللي تصير اللي احنا نفترض انها تكون موجوده في النظام التعليمي، عندنا تقويم بنائي وياخذ مساحه اكبر، يفترض، لا نعرف عن الواقع لكنه يفترض انه ياخذ مساحه اكبر لانه متكامل مع التدريس، تكامله مع التدريس يجعل تكراره كثير. فالتقويم البنائي عملية تتم أثناء عملية تعليمية سواء كان داخل الصف أو خارج الصف. في نقطتين ذكرت حقيقة اللي هو عملية في المتحدث الأول، عملية الواجبات أو الهومورك أو الأعمال اللي تتم خارج الصف، وما يحدث أو ما صاحب التطور التقني اللي حصل من أنه قد يلجأ الطالب للذكاء الاصطناعي، للشات جي بي تي، لأخذ كذا ليساعده في حل الواجب. هل في ذلك خطأ أم لا؟ ربما يكون في خطأ. الخطأ عندما نأخذه على علاته، نعتبر أنه فعلا هو أداء من الطالب وليس بمساعدة الذكاء الاصطناعي. عمليات التغلب على هذه المشكلة، طبعا عملية الهومورك والواجب المنزلي في أبحاث كثيرة جدا، هل هو له فائدة ولا ما له فائدة، هل يقدم ولا ما يقدم. أنا كولي أمر أنا أشوف يعني المدرسة اللي فيها أولادي حقيقة أنا يعني متخصص في القياس التقويم وفي التعلم عند الطالب، منزعج جدا من كمية الواجبات اللي تعطى للطالب كهومورك جدا كثيرة. فبالتالي يعطيني indication إنه المعلم أدى الدور فقط في عملية الشرح، ولكن لم يحدث عملية تقويم بنائي داخل الصف اللي يساعده أنه هل يعيد الدرس، هل يعيد تصميم الحصة مرة ثانية، هل في طلاب معينين فقط هم اللي مدرسوا وبالتالي ممكن أشرح لهم في وقت آخر، أو أعطيهم مواجبات موجهة بحيث تساعدهم على أنهم يتعلمون المهارات اللي تنقصهم. أما one size fits all يعني واجب للجميع تعلموا ما تعلموا، فأعتقد أنه هذه فيها الرفع من جودة وكفاءة عمليات التدريس والتعلم. ثم التقويم الختامي، وهذا جزئية بسيطة تتم في نهاية الوحدة الدراسية أو الفصل أو العام الدراسي، وتقويم تشخيصي
قد يمارس وقد لا يمارس، لكنه أحد التقوية الأساليب أو الأنواع الرئيسية في عملية التقوية. طيب، ممكن يقول الشخص أنا طيب يعني فوائد يعني التقويم البنائي، لأن أنا وأنا أشرح أصلاً ما عندي وقت، لأنه عندي 40-45 طالب في الحصة، وبالتالي ما عندي فرصة للتقويم البنائي. بس إذا عرفت الفوائد بتحاول أنك تطبقه لو جزئياً في حصة. فوائد: يقدم بيانات ومعلومات مهمة لتحسين التعلم. يعني أنا علشان دوري أني أنا أعلم الطالب، أغير في شخصية الطالب سواء في معارفه، في مهاراته، في سلوكه، إذن قد يعطيني معلومات. هذا بالنسبة لي هو مصدر معلومات ثري اللي هو التقويم البنائي. مشاركة الطالب، يقول الأونر التعلم مهم، يتحمل مسؤولية تعلمه، لكن لا يعني أنه في المقابل أنه المعلم فقط عليه التدريس بطريقة المحاضرة مثلاً، وإعطاء 5 أو 10 واجبات خلال الأسبوع للتأكد أن الطالب أتقن ولا اكتسب المهارات. تقديم تغذية راجعة في الوقت المناسب، وهذه من أهم النقاط الرئيسية للتقويم البنائي، تغذية راجعة، الفيدباك. لأنه إذا أنا طبقت تقويم بنائي وما أخذت أو ما قدمت تغذية راجعة للطلاب أنه ترى في المهارة XYZ والمهارة الثانية ولا الأولى أنا بعيدة، يعني 60% من الطلاب ما أتقنها، طب كيف أنا أمارسها؟ في كتاب جميل يعني شرفني مكتب التربية بترجمته، يعني حقيقة عالم من المتخصصين في التقويم البنائي، جيمس بوبهان في أمريكا، هذا مؤلف كتاب اسمه ما وراء التقويم التكويني، نظرة من الداخل. هذا كتاب جميل يعطي طرق بسيطة أنه ممكن تستخدم الكارد، البطاقات ملونة أحمر أخضر برتقالي، تعطيها الطلاب لما تسأل سؤال ما يحتاج إجاباتهم، بس الطالب اللي هو شاك في معلومته ممكن يحط البرتقالية، الطالب اللي فاهم ممكن يحط الخضرة. هذه يمكن مع الطلاب اللي في المراحل الدنيا، مرحلة ابتدائية، فهذه الأساليب كثيرة جداً ممكن المعلم يبتدع فيها، ليس لها أي خلنا نقول قيود. القيود هي على علمية طرح السؤال، اختيار أسلوب التقويم، أما كيفية الحصول على الإجابة من الطالب مفتوحة لك كمعلم بدون أي قيود. بعدين تنمية مهارات التفكير النقدي والتأمل، إذا أشركت الطالب في أنه يتأمل هل هو فاهم ولا مو فاهم، يبدأ يشوف طريقة تفكيره، يبدأ يشوف المعلومات، بالتالي أنت وضعته في موقف تفكير نقدي وتأمل. هذا جزء مهم جدا في تحسين التعلم، وكما ذكر المتحدث الدكتور محمود بأنه عملية الأبحاث في الدماغ وفي التعلم مهمة جدا، وهذا من أهم نواتجها كيفية التأمل والتفكير في عملية التعلم ذاته. دعم التعلم الفردي وتوجيه التدريس اللي يميز بين الطلاب ويراعي اختلافاتهم الفردية، وأيضا دعم وتعزيز النمو العقلي، لأن الطالب عندما يكتشف أنه ما تعلم يحاول قدر الإمكان يصحح المعلومات الخاطئة أو يتعلم الأشياء اللي نقصته، وبالتالي تساعد في عملية النمو العقلي. التقويم البنائي فعال متى يكون؟ طبعا ليش مركز على البناء التقويم البنائي؟ لأنه هو اللي مدمج في عملية التدريس. الاختبارات الختامية يمكن في بعض المدارس توحد الاختبارات، بعض الأنظمة التعليمية تضع اختبارات من الوزارة مركزية بعض، لكن يهمنا التقويم البنائي لأنه هو الذي يعيد صياغة عملية التدريس. التقويم الختامي يمكن أستفيد من العام القادم، بس الآن أستفيد حالياً من التقويم البنائي، أنه تكون أهداف التعلم واضحة. أنا كمعلم وش الأشياء اللي أنا بعلمها الطالب؟ تكون أهداف واضحة ودقيقة وتدريسي موجه لتحقيق هذه الأهداف، تكون عملية تقويم مستمرة ومنتظمة كل يوم، وتركهم أسبوع أو أسبوعين بعدين أسأل مرة ثانية، ما يعني لن تحصل على الثراء البياناتي والمعلومات اللي أنت تحتاجه حتى تعدل في تدريسك. التوقيت المناسب، يعني لازم تكون مثلا نهاية وحدة ونهاية الموضوع أو حتى نهاية جزئية في فصل، تتأكد أنه الطلاب قد يكون عندهم فيها لبس، أو أنه تتأكد أنهم الطلاب فهم في التوقيت مناسب. والأدوات المتنوعة، لا أستخدم فقط أسلوب واحد، يعني بعض المعلمين على نهاية الحصة فاهمين الدرس
أوكي، هذا سؤال ممكن يستخدم فهمين الدرس ولا لا، لأنه يعتبر تقويم ذاتي للطالب، أنا فهمت ولا ما فهمت. لكن ممكن أسأل عن المفهوم، ممكن أسأل عن الأسس، ممكن أسأل إعادة شرح، تعليل، تفسير، كل ما يعني ارتقيت بمستوى المهارة الفكرية اللي أبغى الطالب يوصل لها، كل ما كان التقويم البناء اللي أنا أمارسه فعال. أن تكون تغذية مراجعة الراجعة مناسبة، ليست عميقة حتى أن الطالب يتظلل أو يظلل في معلوماته، وليست سطحية مجرد أنه أحسنت ولا ممتاز بدون ما تقدم شيء، حتى لو كانت إجابته مثلاً 20-30% صحيحة. أحياناً بعض المعلمين من باب التحفيز والتشجيع للطالب ممكن يقول مثل هذه العبارات، لكن لا يوصل أنه التغذية الراجعة المناسبة. وأيضاً أن يكون التقويم مشرك للطلاب في عملية تقويم أنفسهم. الأساليب والأدوات كثيرة، قد تجد لو أخذت 10 كتب مختلفة يشتركون في 5-6 أسئلة قصيرة، أسئلة كوزز قصيرة، تقويم الأقران، تقويم ذاتي، الملاحظة، قوائم المراجعة، تجد أشياء كثيرة. لكن ممكن أنت تفتكر يعني تبتكر طرق مختلفة اللي أنت تراها مناسبة، يعني كل يوم واحد يضع، والمحاضر الأول في هذا اللقاء يعني قدم نموذج رائع من خلال الممارسة، كيف وصل إلى تأليف كتاب عملي يساعد المعلم داخل الصف في تطبيق الممارسات التقويمية الصفية في المدرسة. لكن في منها اختبارات بأنواعها قصيرة وطويلة، كتابية وشفوية وأدائية وغيرها، في خرائط المفاهيم، في الملاحظة وقوائم المراجعة، في التقويم الذاتي والمناقشة أيضا الصفية، وسواء كان عن بعد أو من خلال استخدام التقنية أو داخل الصف. طيب كيف أختار أسلوب التقويم المناسب؟ عندي أهداف تعلم، الهدف صغير، هدف كبير، هدف في حصة واحدة أو في 3 حصص، إذا أهداف التعلم مهمة، طبيعة الموضوع، طبيعة المعرفة اللي بقدمها، طبيعة المهارة اللي أبغى الطالب يكتسبها، مستوى الطالب الدراسي، هل هو في مرحلة صفوف الدنيا أولى، ثاني، ثالث ابتدائي، رابع، خامس، سادس، متوسط، ثانوي، جامعي، احتياجات الطلاب واختلافاتهم. نقطة مهمة جدا في التقويم أنه أنا لما يكون تقويمي مراعي للتنوع الاختلاف الثقافي اللي موجود في الفصل لقدرات الطلاب، فأنا أبتعد قدر الإمكان عن يكون عندي تحيز، أبتعد قدر الإمكان عن يكون عندي عدم عدالة، وهذه أهم يعني من أهم الخصائص للتقويم، أنه ما يكون في تحيز وأنه يكون عادل مع الطلاب. فبالتالي مهم جدا أخذ في الاعتبار التنوع اللي موجود في الفصل. أيضا التكلفة المالية، إنه ما يكون عليه تكلفة كبيرة مالية في اختيار الأدوات والأساليب اللي بطبقها، وكذلك الاعتبارات الأخلاقية مثل الغش وغيره اللي ممكن تصير. الرسالة المهمة اللي نريد أن نصل فيها في نهاية اللقاء هو أن التقويم البنائي مكون تعليمي متكامل مع التدريس، ولذلك هو يحتل قلب العملية التعليمية مع الثلاثة اللي من جانبه اللي هي تدريس وإدارة مدرسية وبيئة تعليمية. بالتالي هو موضوع يستحق منه الاهتمام الكبير جدا. نقطة أخيرة أختم بها دكتور سعود على الوقت، أنه في اللقاء وضع عنوان التقويمات الدولية لكنها لم تطرق إلا الدكتور محمد بيه جزئية، لكن من خلال خبرة ومعايشة مع الاختبارات الدولية الأكثر من 12-13 سنة في التيمز والبيزا والاختبارات أيضا مقارنة بالاختبارات الوطنية في السعودية، الاختبارات الدولية أحيانا نقول هي مؤشر، لكن في نفس الوقت يجب أن لا ننجرف بأنه هذه الاختبارات الدولية هي المؤشر الرئيسي لإصلاح النظام التعليمي، لأنه اختبار دولي هو يحاول أن يكون اختبار مشترك بين 50-60-70 دولة تشارك في هذا الاختبار. أحياناً المناهج ما تكون مغطاة لأن الدول تختلف في مناهجها، أحياناً الاختلاف الفلسفة التعليمية، اختلاف جودة المعلم، اختلاف كلها يؤدي إلى نتائج. يعني مثلاً لو تأخذ أحد التقويمات الدولية تيمز مثلاً تقارن عدد الحصص الدراسية لمادة الرياضيات في مجموعة من الدول، تجد أنه في بعض الدول زي مثلاً الصين ولا وكوريا أنه ساعات التدريس ما تتجاوز يمكن 120-112 ساعة تدريس رياضيات، بينما مثلا تلاقي في الدول بعض الدول العربية مثلا 170-180 حصة تدريس رياضيات، وتجد هذيك في الخمسة الأولى
بينما في الدول العربية تجدهم في الخمسة الأخيرة. في المقابل ممكن تجد سنغافورة مثلا 200 حصة دراسة رياضيات وتجدها أيضا رقم واحد. فالموضوع هو الجودة للوقت الذي داخل الصف، وهو عبارة عن المزج بين التقويم والتدريس. لذلك إذا فهمنا غاية التقويم وفهمنا الأغراض يسهل علينا الممارسة، يسهل علينا تبني الأدوات اللي تجعل من التقييم عنصر رئيسي وفعال في التعليم. وشكرا جزيلا دكتور سعود، شكرا جزيلا لكم سعادة دكتور صالح على هذه الخبرة المميزة التي استعرضتها أيضا في عرضك الشيق والمميز التي تناولت فيه، يعني كيف أن ممارسة التقويم الفعال يعد مؤشرا لجودة التعليم، وأن التقويم هو عملية وليس غاية، لأنه يهدف أو لعل من أسمى أهدافه هو توجيه تصميم التدريس وعمليات التدريس والتعلم، وكيف تؤثر التقويم يؤثر في مكونات النظام التعليمي اللي استعرضتها. شكرا جزيلا، ولعلنا نختم بالمتحدث الرابع ونستأذن في اختصار الوقت قدر المستطاع إن استطاعت سعادة الدكتور عبير العمري، وهذا الزملاء أخذوا من وقتك لعلك يعني تبيحينهم قبل أن تبدأي. تفضلي دكتورة، الوقت المتاح. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا الحضور. حقيقة زملائي تطرقوا العديد من الأرض تطرقوا لها، الله يعطيهم العافية، أنا شاكرة لهم لعلهم حتى يستعرضوها بشكل أفضل مما رغبت أن يستعرضها فيها أبدا. كلنا موجودين إن شاء الله أنا نغطي النقاط في التقويم، بس شاشتي واضحة دكتور؟ واضح، تفضلي. واضح، الله يعطيك العافية. حابة أبدأ يعني النقاط اللي بتكلم فيها هي ماذا يعني داخل غرفة الصف، ولهم تحيز الاختبارات منعني اليوم إني أتحدث، يعني لا أرغب بالحديث عن الاختبارات قد ما أبغى أتحدث بالتطبيقات والمواصفات للتقييم في بحث الداخل الصف كأنواع غير تقليدية. كان في وضعت نبذة عن نفسي، لكن الله يعطي العافية دكتور سعود قدمني يعني حتى كنت لا أعرف نفسي، لكن هنا حابة بس أضع البريد الإلكتروني وحسابي في تويتر إذا حب أحد يحصل عليه. بعض أغراض استخدام التقويم، نستخدم التقويم كالعادة في المدارس لاجتياز المرحلة، اجتياز السنة الدراسية، لكن في أمور أخرى نستخدمها في التقويم نقابلها في كل ما تقدمنا فيه، تشخيص قياس الاستعداد، القبول والتوظيف والتنبؤ، التصنيف المفاضل والترتيب، أحيانًا وضع الخطة التصحيحية والإشارة والتخطيط واتخاذ القرارات. طبعًا أستخدم كلمة بعض في معظم الأرض لأنه لن أستطيع أن أتطرق لكل نقطة بإسهاب. لماذا يحدث؟ لماذا عن النفس التقويم؟ غالبًا يعني التقويم. دكتورة الصوت عندك دكتورة، الصوت نواجه فيه يضعف. الآن واضح دكتورة، حاولي تقربي من المايك. الله أبشر. يعني إحنا غالبا لما نتحدث عن التقويم فلن التقويم نستخدمه للحصول على تقييم للبهارات العليا، لا نستطيع أن نقيمها بالوسائل العادية، فنتعمق للحصول على المعلومة يعكس المعارض الحقيقية. في بعض الأحيان نحتاج إلى عمل تعاوني يتأكد من التوافق مع نواجه التعلم، يحفز على الإبداع، ينمي المهارات. والأمر اللي جداً جداً يهمني وأحب دائماً في أي ورشة أشارك فيه إنه التقويم يحاول أن يقصينا عن مفهوم المتوسط أو ماذا يسمى بالأفريجيان ثينكينج. نريد أن نتعرف على الموهوبين، نريد أن نشخص الحالات الاستثنائية التي غالباً ما تذوب داخل الصف الدراسي، ما بين القيم المتطرفة في المهارات العليا، ما بين القيم المتطرفة في المهارات الغير جيدة أو الطلاب الضعيف. فمفهوم متوسط نحاول قدر الإمكان بمبدأ التقويم الجيد اللي نستطيع أن نوصله داخل غرفة الصف يساعدنا كثير على التمييز. ومثل ما يقولون ما في one size fits all، one size fits one. فيمكن هذا الكتاب من أفضل الكتب اللي ترشدنا للابتعاد أو تجنب فكرة المتوسط. لا نتحدث غالبا عن المتوسط، إنما داخل الصف نبحث عن الحالات الاستثنائية ونحاول أن نميزها ونظهرها. نقوم بعملية التقويم بشكل صحيح إذا جاوبنا على الأسئلة، ماذا يجب على الطلاب أن يتعلموا، ما المستوى الحقيقي للطلاب الآن،
ماذا تعلموا، ما هو مستواهم الآن، أين نريد أن نأخذهم. طبعا هذه العملية التشاركية لا يقوم فيها فقط المعلم أو النظام التعليمي، حتى الطالب ينبغي أن يكون جزء كبير من اتخاذ هذه القرارات. كيف نقوم بتقويم الطلبة؟ لعلي أرجع على آخر نقطة، التقييم الذاتي. السلف أويرنس عند الطالب أو مستوى رفع مستوى وعي الطالب على مستواه الحقيقي هو الذي سيقودنا لنقل مستواه من مستوى إلى مستوى آخر. إذا نبدأ بأول شيء بتقييم الطلبة لأنفسهم، التنظيم الجيد تحت مصداقية من التقويم، إعداد قوائم التقييم اللي تسمى سلالم تدريج أو تقدير أو روبريك، مهمة جدا أنها تضع معك المستوى لوضع لصنع عملية تقويم جيدة مبررة ذات معايير واضحة، اشتراك الطلبة في قرار التقييم وطريقة التقييم، الوضوح والعدل والشفافية. من المهم جدا أن يعرف الطالب يقيم ضد ما أو ما هي المعايير التي يقيم ضدها. فمن المهم جدا عملية التواصل هذه بينك وبين الطالب، نقيمهم وفق نواتج التعلم، والأمر يتعدى بكثير مرحلة فقط إعطاء درجة التقييم. لا أريد أن نعرج كثيرا هنا لأن زملائي الله يعطيهم العافية سبقوني ما شاء الله أسهبوا في هذا الأمر. أنواع التقويم أيضا أسهبوا فيها زملائي، بنائي وتشخيصي وتقيسي أو خلالي، لكن لا يقع بما بينها أنواع أخرى تذوب وسط هذه الأنواع. تقويم مستمر، تقويم متعدد أوجه، تقويم مستمد على البيانات، تقويم مستند على الأهداف، تقويم تشاركي. هذه الأمور كلها تساعدني على بشكل منهج منظم على أستطيع أن أعطي قراءة صحيحة وقراءة جيدة للطالب. تقييم باستخدام التقنية، تقييم التعليم الذاتي، العديد من الأمور أستطيع أن أرفعها داخل الصف. أنا أعتبرها عبارة عن حزمة من التقويم البنائي والتشخيصي والتقديسي في آن واحد تصنع من القرار يخص الطالب. وأهم ما يدور في غرفة الصف هو توثيق هذه التقييمات. عندما نوثقها لا يعني فقط أن نضعها في الورق، إنما نوثقها عندما نضعها كخارطة الطريق تقودنا لماذا بعد، ماذا سنفعل بعد ذلك. بعض الجوانب التطبيقية للقياس والتقييم داخل الصف، طبعا مثل ما ذكرت ما راح أتكلم عن اختبارات، لكن عندنا طرق تقويم غير تقليدية مثل ملفات الإنجاز والبورتفوليو، تقويم عملي أدائي، مهام إنجاز صحية، والكثير تحدث عنها زملائي، منها من يعني ما يليق بمراحل الدنيا، ومنها ما يليق فقط في مراحل الدراسات العليا مثل مثلا إعداد الريسيرش بروبوزال راوند، عروض الملصقات، مجموعات العروض، مثلا مقالات المقارنه، اتخاذ جانب او مقال بوزيشن بيبر في راي معين ومحاوله الدفاع عنه، ببعض الاحيان مسح ادبيات بسيط. كل هذه الامور تساعدنا كثيرا على ماذا يحدث داخل اداره الصف نفسها. قوائم التقييم او سلالم التقدير تختلف فيها في حسب نوعها، لكن الاهم فيها ان يفسر معنى التقييم. فعندما نضع كلمه استثنائي لابد ان يكون إن ماذا يعني استثناء، ماذا يعني رقم 4 من 4، ماذا يعني متقن. ففي هذا النوع يعني حتى لو ما كانت بمستوى يعني خلينا نقول مثلا مستوى جدا يعني مهني بشكل جدا عام، لكن تساعد معلم على انه يضع هذا القرار في بتجانس مع الطالب. يعني عندما نضع هذا التقييم سلم التقدير، بعض الطالب يعرف اين مكان من الخلل اللي راح يعني يحتاج ان يعمل عليها في الواجبات. ايضا حتى الاختبارات اللي نقدمها نحتاج اننا ايضا نقومها، ماذا نحتاج ان نوجد، ماذا نحتاج ان نتجنب ولماذا. هذه أمور أحياناً المعلم يضعها بينه وبين نفسه، يقيم اختباره بنفسه، ولا بأس أن نضع أيضاً نسمع صوت الطالب في تقييم الاختبار بعد الاختبار لأخذ التقدير الراجعة منه. طبعاً إحنا مثل ما ذكر زميلي الدكتور صالح أنه في الاختبارات الدولية هي تقيم المناهج، نستطيع أن نعمل على تقييم المناهج. الاختبارات الدولية غالبا لا نعتبرها احنا لو ليست عليها قرارات، يعني الطالب نجح ما نجح مثلا درجاته كانت عاليه او لا هو لا يتاثر، فعشان كذا اختبارات ليست عاليه الخطوره على الطالب. ولكن من وجهه نظري انا قد يعني يعارضني زملائي، انا ارى انها من اهميه بمكان لقياده السياسه التعليميه داخل البلد، لقياده المناهج، لقياده التغيير،
لأنه نحن لا نعمل بالعزالة من الآخر. طلبتنا هم طلبة عالميين، يدرس في السعودية يعني يكمل دراسته بالخارج، يدرس بالخارج ويرجع السعودية يشتغل يعمل فيها، فلا ما نستطيع أن ننفصل. لكن ما هو الأثر الذي قد تحدث التقييمات الصحية على الثبات العالمية، وما هو الأثر الذي تحدث الثبات العالمية على ما يعيش؟ هنا يختلف صوتي عن ما ذكرت في البداية. من المهم جدا أن الطالب يعرف عن هذه الاختبارات، أن يتم تثقيفه عن هذه الاختبارات. طيب عشان أنا أثقف الطالب هذا أحتاج أني أحتاج بعض الممارسات داخل الصف اللي تساعدني على التثقيف. فأنا هذه الاختبارات تساعدني كثيرا على 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 أو التقييمات التي داخل الصف تساعدني كثيرا على أهداف الطالب. فأنا أستطيع أن أعطيك أحد الاحتياجات. مستوى الطلبة مثلاً في الرياضيات والعلوم أخذنا التيمز على سبيل المثال. توفير صورة واضحة لدى الطلاب يمكن يساعد في توجيه تدريس الاختبارات فيما بعد. توجيه التعليم نفسه يمكن للمعلمين توجيه التعليم يتناسب احتياجات الطلاب، يمكن تعزز الاتجاه وفعالية التعلم وتحضير الطلاب للاختبارات العالمية. تقديم تدريب مكثف للطلبة خلال الصف عن طريق التقييمات الصفية. تعزز الثقة عندما يحصل الطالب على تقييمات إيجابية وردود فعل بناء من المعلمين، يزداد ثقتهم في قدراتهم في مجالات الرياضيات والعلوم مثلا. الثقة الإيجابية بتؤثر إيجابيا فيما بعد في أدائهم. جميع هذه الأمور تزرعها التطبيقات الصفية داخل الصف قد تثمر وقد تثري نتائج الاختبارات الدولية وتحفز الطلبة أيضا فيما بينهم، أيضا تحفز على العلاقات مع العوائل لأن هذه الاختبارات تنشر نتائجها، تعزز التواصل، تصل التقدم، تعزز مهارات التفكير، تعزز مستوى الثقافة التعليمية، تعزز كما ذكرت اللي هو تفاعل الاجتماعي. هذا بالنسبة لي كيف تؤثر أو نستفيد من التقنيات الصحية التأثير على نتائجنا في الاختبارات العالمية. أيضا من الأمور اللي ممكن خارج غرفة الصف ضبط مناهج الدراسة، تقودنا في ضبط مناهج الدراسة ما يتناسب مع حالات الطلاب ومستواهم، مزيد من فعالية التحضير. أيضا تطوير مهارات حل المشكلات، هذه الاختبارات تقيس ممارسات عليا أو مستويات عليا في التقييم، تساعدهم على تحفيز تحديات أكبر. مشاركة الطلبة في هذا النوع من الاختبارات على مستوى عالمي تؤهلهم لتحديات أكبر، ولنا عبرة فيما حدث في موهبة. يعني ما شاء الله الطلبة عندنا وصلوا إلى درجة من التكريم، إنه حتى سمو سيدي كان مهتم جدا أن يلتقي فيهم ويشكرهم بنفسه، ويعني لاحظوا مستوى التحفيز وصل لفين. يعني تحضر الاختبارات الدولية نفس الحذو اللي حضرته، والحمد لله موهبة وتشرفنا في أفضل المحافل فيها. تقديم الدعم الفردي، أنا عن طريق هذه الاختبارات أستطيع أني أنا أقدم دعم فردي للطلبة المتميزين اللي أرغب في زيادة تمييزهم، أيضا للطلبة المحتاجين إلى الدعم من خلال جلسات تعليم إضافية أو برامج تقوية. أيضا نستطيع أن نوجههم لمواد إضافية، لدراسة مواد إضافية عن طريق التقييمات الصفية. عرفنا مثلا أنهم متميزين في الرياضيات والعلوم، إذا نستطيع أن نوجههم لدراسة مواد إضافية كمستويات عليا مثلا في الرياضيات والعلوم، طبعا تطوير مهارات الفهم والتطبيق اللي ممكن. وأرجع على كلام الدكتور صالح مرة أخرى بخصوص تجربة سنغافورة وكيف إنهم هم ساهموا في رفع جودة التعليم عن طريق يعني استخدام التكنولوجيا وأيضا اهتمامهم بالاختبارات الدولية. يعطيكم العافية إن شاء الله، لما أكون يعني أطلت عليكم مجرد خاتمة دروس مستفادة، إنه أحيانا كثيرة تكون قلة الموارد للمعلم لا تتاح، أو للمقوم لا تتاح له ساعات كافية لإجراء تقييم على الجودة، هذا أمر جدا مفهوم، وبالتالي حدوث بعض الأخطاء في التقويم. لكن من المهم إنه دائما في التقويم نحاول أن نمنع وجود أي احتمال تدخل الذاتية في عمل التقويم، وايضا استقلاليه القرار، يعني بقدر الامكان المقوم يحاول انه يعني ينفي جميع التدخلات التي قد تؤثر في قرار، مثلا خلفيه السابقه عن الطالب، الاعتماد على الذاكره في حفظ التقييم وعدم تدوينه، عدم استخدام اجزاء من المقياس التدريج او قائمه، نستخدم المقياس ككل لانه صنع كبنيه كامله لاعطاء تقدير. وبرة أخرى الشفافية جدا مهمة في هذا الأمر. أما بالنسبة للاختبارات فالاختبارات أعتقد أخطائها يعني كثير، ممكن تكون من أخطاء طباعة، الأخطاء في التقنية، الأخطاء العلمية والنحوية والإبنائية، عدم التناسب بين الأسئلة والزمن،
لأن المعلم لا يغير في الأسئلة. جميع هذه الأخطاء أعتقد أنها من ما لابد أن تأخذ في الاعتبار في أخذ التقييم الجاد أو التقييم المثمر. أضفت قائمة من المصادر أعتقد أنها ممكن تكون مفيدة للمستمعين، ويعطيكم ألف عافية، وسعيدة جدا بتواجد اليوم معكم، وجزاكم الله خير على تواجدكم حتى هذا الوقت المتأخر، وشكرا لزملائي على تثقيف اليوم في أمور كثيرة من أحب الأمور صراحة لقلبي التحدث عن التقييم. شكرا جزيلا دكتور سعود، شكرا جزيلا مكتب التربية وزملاء وزملات. شكرا جزيلا سعادة الدكتورة عبير على هذا الطرح الرائع، وأيضا التقديم المميز لهذه الشرائح التي تناولت فيها، يعني كل شريحة ثقيلة وثمينة، لكن يعني من أبرز ما تناولت بالإضافة لأصحاب السعادة المتحدثين السابقين أثر التقييمات الصفية على نتائج الاختبارات الدولية، سواء على مستوى المناهج، سواء على مستوى مهارات الفهم والتفكير الناقد والتطبيق وحل المشكلات، أو أيضا كذلك أثر التقييمات على بناء احتياجات المعلمين التدريبية في التدريب والتطوير المهني، أو على تقديم الدعم الفردي أو ما يسمى بتفريد التعلم للطلاب بناء على نتائج اختباراتهم. لا أريد أن أكرر ما قلتيه حتى لا يعني أختصر المفيد اللي قدمتيه، كل ما تم تقديمه من الزملاء هو مسجل وسيتم إتاحته إن شاء الله خلال يومين القادمة عبر قناة المكتب، وأيضا كل العروض اللي المقدمة سيتم إرسالها أو إنها أرسلت سابقا على صفحة الزملاء الضيوف على موقع التدريب في المكتب. الشكر والثناء كثير جدا لكل المتحدثين، والأسئلة كثيرة جدا، والوقت انتهى وأضفنا تقريبا 5 دقائق. سنأخذ منكم المتحدثين، أنا لدي بعض الأسئلة سأوجهها لكم لأنه التزمنا معكم بالبقاء، ولا نريد الإطالة في الإجابة مباشرة إلى السؤال. أنا سأسأل أيضا بترتيب المتحدثين معنا. السؤال لمايرون، من خلال دورك كمعلم ودورك كمؤلف للكتاب، كيف يمكن تعزيز التعلم من خلال عملية التقويم، وكيف نشجع الطلبة ليشاركوا في بناء أسئلة التقويم؟ مايرون. دقيقتين فقط يا مايرون. Can you just repeat the question for me please? من خلال دورك كمعلم وكمؤلف للكتاب، كيف يمكن تعزيز التعلم من خلال عملية التقويم، وكيف نشجع الطلبة ليشاركوا في بناء الأسئلة؟ دقيقتان فقط. I think we enhance education. أعتقد أننا نعزز التعليم عندما يعرف الطالب عدة أشياء. أولاً، هل هم كمون ببعض العناصر يعلمونها؟ هل هي اعتباطية عشوائية؟ أيضا يجب أن يكون قادرين على الوصول إلى التعليم، والتي لا يتم فقط تحديدها بمعايير الاقتصادية الاجتماعية أو ما هو مقدار الدعم الذي يتلقاه الطالب في الفصل المنزل. لدي مستند في غاية الروعة والجمال، وسيكون في غاية الأهمية بالنسبة لكم فيما يتعلق بطرح الأسئلة، إذا كنتم ما تطرحون عليه حول إعداد الأسئلة وطرح الأسئلة. أريد أن أبرز لكم أيضا هذا المستند الرائع، سأشارك الشاشة وأعرفكم بهذا، وأريد أن أتأكد أن هذا المستند متوفر إن شاء الله موجود هنا، والذي سأقوم بإيصاله لكم. استخدم هذا المرجع في المدرسة، وعثرت عليه على الإنترنت، وهو في غاية الأهمية والفائدة لكل المعنيين في هذا المجال. لحظات لو سمحتم فقط، ها هنا. هذا مستند في غاية الروعة، لأنه بغض النظر عن رد الطالب أن يحدد، أن يحلل، أن يقيم، كل هذه الأعمدة مهمة جداً، وفيها الكثير من الأسئلة التي يمكن أن تطرحها في كل من هذه الكلمات أو في هذه المجموعة من الأفعال. إذن هذه أداة عملية يمكن يستخدمها المعلمون لإعداد
أيضا أريد أن أتأكد من أنها متوفرة ومتاحة لكم. آمل بذلك أنني أجبت على سؤالكم في دقيقتين اثنتين. شكرا جزيلا لك مايرون، وأنا يعني إن شاء الله سنتواصل مع المؤلف هذا التصور اللي وضعته. شكرا لإهدائك هذا، وسنقوم بترجمته في المكتب إن شاء الله. الزملاء حفظها نمو، وسنقوم بترجمته في المكتب وإرساله إلى جميع الحضور. السؤال الآخر لسعادة الدكتور محمود، تعرضت لمفهوم التقويم المستمر من وجهة نظرك، ما هي أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التقويم المستمر في المرحلة الإبدائية؟ دقيقتان اثنتان دكتور. شكرا جزيلا دكتور سعود، شكرا أيضا للسائل. حقيقة الإجابة سهلة جدا حقيقة، افتقادنا لمهارة تصميم الاختبارات اللي هي اختبارات رصد الأداء واختبارات التقويم المستمر، ما زلت أؤكد أن لدى الممارسين، لدى المعلمين، لدى المختصين ضعف في تصميم الاختبارات بطريقة دقيقة حتى نستطيع أن نحصل على بيانات جيدة تعبر عن التعلم كما ذكرت. وأضيف بس نقطة بسيطة، أن أنواع اختبارات التقييم المستمر، هدي بعض الأمثلة: اختبارات محاكية المرجع، اختبارات السي بي ام أو القياسات القائمة على المنهاج أو المستنبطة من المنهاج، أي اختبارات أخرى موقوتة مرتبطة بمقاييس نواتج التعلم، مقاييس النواتج العام أو مقاييس المهارات اللي أنا عرضتها أو مقاييس الإتقان، كلها لو أتقننا تصميمها سوف نستطيع أن نحسن جدا من عملية التقويم المستمر داخل المدارس. شكرا جزيلا. شكرا سعادة البروف، شكرا كثيرا. دكتور صالح، تحدثت عن أثر التقويمات الدولية على التقويمات الصفية، وتحدثت الدكتورة عبير عن التقويمات الصفية وأثرها على التقويمات الدولية، كيف يمكن توجيه نتائجهما في تعزيز تعلم الطلبة؟ هذا واحد. والشق الثاني، كيف يمكن، هذا ليس له علاقة بالشق الأول، كيف يمكن مواجهة التخوف الحالي من أثر تطبيقات التقنية وأدوات الذكاء الاصطناعي على نتائج التقويم للطلبة؟ في دقيقتين دكتور، سؤالين كل واحد من جهة في دقيقتين، الله يعينك. جميل. بالنسبة للسؤال الأول، أثر التقييمات الدولية على التقويم الصفي، إذا عرفنا الغرض من كل واحدة عرفنا كيف أننا نقيس الأثر. الغرض من التقييمات الدولية هو النظام التعليمي وليس الأفراد، فالنظام التعليمي يعطينا صورة كلية عن النظام التعليمي، ليس بالضرورة أن الطلاب اللي عندي في الفصل ينطبق عليهم جزء من اللي موجود في النظام التعليمي، فبالتالي فهمي للغرض يساعدني على كيفية الاستفادة. أما التقويم الصفي فهو يركز على الأفراد داخل الصف، وبالتالي أنا أوجه كل تدريسي دعمي للفرد بناء على نتائج تقويمه اللي أنا طبقتها، فهذا الفرق بين الاثنين. بالنسبة للسؤال الثاني، التخوف الحالي من أثر تطبيقات الواقع اسمه الذكاء الاصطناعي على نتائج التقويم، أول شيء أنا أعتقد أنه التخوف يجب أن يرتبط بطريقة نظرتنا إحنا وفلسفتنا للتعليم في الوضع الحالي. يعني ذكر الدكتور محمد أنه في بعض الدراسات وكذا اكتشفوا أنه قبل كل السنين 50-60 سنة اللي راحت كنا ندرس القراءة بطريقة مختلفة. أنا شخصيا كصالح قد أختلف مع النظرة، لأنه فيه إتقان كبير للقراءة والمهارات وإلى آخره. اللي تغير هو تفكيرنا، تغير هي البيئة التعليمية، تغير هي المشتتات، تغير، فهي اللي أثرت علينا في تعلمنا للقراءة، بالتالي نحتاج نطور من التقنيات اللي نستخدمها حتى نتعلم القراءة. فلا تتخوف من التقنية، إذا أنت تتخوف من شيء أقدم عليه وبعدين تفهمه صح، بعدين تقدر تشيل التخوفات. لكن أنا وجهة نظري لا تعطي الطلاب واجبات عشان ما يروحوا للتشات جي بي تي، وركز على تدريسهم في الفصل، تريح نفسك من الواجبات، تريح أهلهم من المتابعة. شكرا جزيلا دكتور. دكتورة عبير، سؤال مسك الختام، ماذا بعد عمليات التقويم؟ سؤال كبير جدا لكن اختصر لي دكتورة في دقيقتين، كيف نوثق عمليات التقويم؟ طيب أنا معلش هاخذ أكثر من دقيقتين، أبغى أعلق على كلام دكتور صالح. أكاد لا يمر علي يوم لا أستعين بشات جي بي تي، يوميا أستخدم وأسمح لأبنائي باستخدامه. تبقى المصداقية والتوثيق حاجة مرة مهمة، عدم نسب الأمر لنا
ومثل ما قال دكتور صالح ما ناخذ المستخدم مباشرة. يفترض اننا لما نستخدم شات جي بي تي نستخدمه كدرافت للعمل وبعدين نشتغل عليه. شات جي بي تي ما يقدر يكتب عندك ما يقدر. في اشياء يقدر يسوي لك اياها في النهايه وهو ماشين. حتى هو احيانا يقول لي ام سوري يعني كانت نسيت يعني بنفسه يعني بعض الاشياء يقول لي ام جست ماشين. هو مقرر انه ماشين لكن احنا نتعامل معاه كانه هيومن بين ويتش از نوت رايت. انا مع استخدامه مع النزاهه العلميه مع اخذ الاعتبار هذه الامور كلها لعله وقت الان نزرع هذه الامور في ابنائنا حتى لا نتعرض فيما بعد للمفاجات لما نلاقيه مستخدم. ماذا بعد عمليات التقويم؟ مره اخرى التقويم اذا ما استخدم للغرض فاحنا لا نقوم من اجل التقويم. اذا ما استخدم للغرض وتنوعت الاغراض وتنوعت التقييمات اللي بناء عليها ما صار التقويم اي نتيجه. التقويم اذا ما تطور واذا ما تغير ما حيكون اي نتيجه. عشان كذا التوثيق جدا مهم. يعني مثل ما لنا نجي نحلل السكر ونجي نتحليل في شهر اكتوبر ونجي نتحليل في شهر نوفمبر ونشوف التراكم صوت دكتورة صوت والوقت دكتورة الصوت ولعل نقف الآن. لكن أنت ختمتي بجملة جميلة جدا جدا إنه مثل ما نركز على تحليل السكر في الدم مثلا في شهر وفي شهر آخر وغيرها يجب أن يكون لنا وقفات مع التقويم تتابعية وتزامنية وأن نستفيد من التقويم. أجمل مني ذكرتها طيب. شكراً شكراً جزيلاً لك دكتورة. سيد مايرون ديوك، سعادة البروف محمود محمد إمام، سعادة الدكتور صالح الشمراني، سعادة الدكتورة عبير العمري، أمسية علمية مميزة بثرائها الموضوعي وثرائها العلمي، أمسية علمية بامتياز بخبراتكم التي صقلتموها في هيئة تجارب وممارسات ونصائح بل وقصص واقعية استعرضها سعادة السيد مايرون ديوك. كلنا شرفنا في المكتب بهذه الأمسية، كل التهاني والتبريكات على نجاح هذه الأمسية من السادة الحضور، كل الشكر والتقدير. الأسئلة كثيرة، ثناءات كثيرة لا أستطيع أن أحصيها ولا أن أتناولها، ولعلكم تعذروني واعذرني السادة الحضور. أقف معكم عند هذا الوقت. الوقت بلا شك أنه أخذنا وقت، اللقاء كبير جدا في محاوره وأيضا عظيم بمتحدثيه. أنا ممتن كثيرا لهذا الحضور المتميز ولهذه الثقة للمكتب، وأكرر كتاب سعادة السيد مايرون ديوك موجود في المكتب، المكتب تشرف بترجمته وسنشرف بترجمة الكتاب الثاني، ولعل الدكتور صالح واحد الزملاء يشرف بترجمته، ونحن سعداء في المكتب أيضا كذلك باستضافة هذه يعني القامات العلمية المتخصصة في القياس والتقويم والإعتبار الدولية. أعتقد أن ما قدم سيكون في إرث المكتب العلمي. أستودعكم الله عز وجل، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا، وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا حياتي دكتور صالح دكتور سعود، شكرا دكتور عبير. شكرا جزيلا مايرون، شكرا جزيلا. أنت لديك ظرف طارئ وآثرت أن تحضر معنا وتقدم، فشكرا جزيلا لك. You are all most welcome for the contribution. I am very grateful for the other speakers who spoke today. I took down many notes on their ideas, and I am very grateful. I again hope to visit your part of the world as it is full of gracious and beautiful people. We will be honored to invite you for one of our physical events. Sure. I am honored, and I am also I appreciate your appearance with us, and this is something that ABIGS do with all the privileged speakers like you, Dr. Myron, Dr. Saleh Mahmoud, and Dr. Abir. Thank you very much. This is off the registration of this YouTube. So thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum.